الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سميتك لالا؟ سميتي كبيرة كبيرة. في قيمصار. مرحبا كبيرة، بارك الله فيكم يا عبود. بغيتي تزوجي بنتك؟ بغيت نتزوج راسي. اتي ايوه يوم نهار كبير. دابا انت راه سميتك الكبيره ماشي كبيره، سابك حنا الفيسبوك ولا الانستغرام دخلنا لنا بسميه هكا، راه فك الكبيره الكبيره مالك؟ لا مسميني كبيره، ولكن في الحاله المهدنيه الكبيره. ودا الحين اللي حولي على الكبيره ولا كبيره؟ كبيره وزايده في العيد الكبير. والحولي تا هو كان كبير. تا هو كان كبير. واخ، مش عارف عمرك؟ ايوا قول 55. ما كبيراش. انا صغيرة. 55 ياك؟ وفينا وفينا. او ما بيناش كبيرة عليك. ها سميتك اللي كبيرة، وما انت راه ما كبيراش. هو انت تشوف يا ودي كان حلوة عليا نهار الاول. عمرك تزوجتي يا كبيرة؟ وهي تم زوجة مطلقة. أييه وأييه، درتي الولاد مع الراجل؟ ما درت والو يا خويا. كون راك انت شرب طلقتي منه. إوا قعدنا معاه عام تاويا و أودي ما جات الله فيه عام. شحال كان في عمرك فاش تزوجتي؟ إوا قول أنا مطلقة في 2000. مطلقة بشنو؟ وطلقت في 2000. في 2000؟ أييه. من 2000 وانت هكا؟ من 2000 وانا هكا بوحدي. عايشة بوحدك؟ عايشة بوحدي انا الوالدة والوالد. ورا ما عايشاش بوحدك، انتوما راه تريو التريس. ايوا وانا بوحدي في السطح وما لتحت. واش قال دير انت في السطح مالكي موكا؟ ايوا تنوكل منصرف وباغا التيقار. باغا التيقار من والديك؟ ايوا شنو؟ علاش؟ إيوا لا بغاو يضحكوا ولا يتقامزوا بيناتهم ولا شي، أنا بعد عليهم اكتشاف. أنا والديك شحال تكون في عمرهم باش؟ والوالدة فيها عندها 75، الوالد عنده 85. إيوا راه صافي، ما عندهم ما يضحكوا ما والو، غير تيتشافوا من البعيد وصافي. لا 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 عندها باقي تيضحكوا باقي. الله يخليهم ديما ضحكي، وداك الشيء واقيلا وانت تعقدتي منهم بغيتي حتى تضحكي. وانت تشوفي انا تنقول هادو باقي تيضحكوا وانا مضيقة عليهم. بغيتي تتزوجي باش تضحكي؟ ما عرفنا لا نضحكوا لا نهزروا، ما عرفنا. الله يخليك ديما ضاحك. امين. خليك دايما ضاحك. وكاين واحد الراجل عنده 105. بزاف واش غير عليا. لا دابا راه داوي معاك بصح، عنده 105. لا صغير صغير. لا خليني نكمل لك، عنده 105 وباقي شاد في راسه. كان جا عندنا الاستوديو جابوه ولادو في قفوه. ايه في قفوه. ايوا ما عرفت. وتبارك الله الخير موجود وعطيها غير الضحك. دبر راسه ما كاين مشكل. تزوجيه؟ ونتزوج وندي قفه للسوق وقفه هازه معايا. وندي دايرين لازر. الراجل اللي بغيتي شحال تكون في عمره؟ انت سامو القفه مزيان، الله ما القفه ولا السطح. شحال تكون في عمره هذا الراجل؟ ها عار الله. ويكون فايتني يوم 5 سنين. تكون عنده 60. اي بارك. وكاين عندنا واحد 60 اختي، ولكن قال لك فيه النقير. فيه النقير؟ ها قالها لي. لا خليه في بلاصتو. قالك هو دابا الفلوس ويشبعك ويلبسك الطالون ويلبسك داك الشيء كاع الجديد، يدير لك تالي لونتي.
لا لا ودي ما خاصني طالون وما بقاش نقد على الطالون. لا لي لونتي هذوك اللي كيديروا للعيني باش يوليو عينك خضار وداك الشيء هكاك والله واش سيشوار يدير لك البوتوكس ولكن نقير هي العفو خليه بلاصتو ولي لونتي عينك خضر خلي بما يضعو لا زعما عوينات كيوليو خضيضرين وداك الشيء زعما يتهلا فيك يديك الكوافوره والله عيني خضرين والله الا عيني خضرين يدير لك العسليين لا لا تما راه عندي نص نص كيلمش واخا تعيشي معاه في الباديه ولا في المدينه ودي في المكان انت باغا تزوجي طاح يقولوا راه تزوجت طاح عليك الحسد من جهه والديك يضحكوا وانت تشوفي واحد عنده 85 وواحد عنده 75 وباقيين يضحكوا ويتعانقوا لا ودابا انت عايشه في السطح ما تتديهاش فيهم ياك وباش ما سمعت حاجه بسم الله الطرقيم لا والله الظن احنا غنجي الله يسهل عليك اختي الله يسلمك واش ضحكتيني الله يخليك انت هي اللي ضحكتينا كنا ماشي ضحكتيني واش سامي تبي تضحك اه والدراري تما ضحكوا اللي معاك اه كشتي على طاح لي من الكرسي مع هو عرقيق درقف درقف على الله يرضي عليك وبعد انت حاد قال كتعرفي شي طياب كتعرفي والو ما تعرف حتى حاجه شنو بغيتي يجيبك الخدامه للدار ولا شنو؟ ولا نخدم راسي يعني تعرفي ما تعرفي لا ديري له لا دا لا والو هو يعلمني هو يعلمك ايه دابا انت دابا بحال دابا الا بغى لك هذيك صالات سيزار تعرفي ديال هو خاص هذا يجيني يدير ما يدير لا سلاده لا والو عا ما كاينه كعور طلع العور وبيتزا اه هذه زوينه شنو هي بيتزا شنو هي؟ بيتزا ياك يجيب لك بيتزا البيتزا البيتزا تعرفي ديريها له؟ ايوا ما لا علاش لا؟ ايوا دابا دابا هضري معنا بالمعقول واش انت تعرفي ديري شغل الدار ولا لا؟ كاينه دابا ندير كسكسو ندير دجاج محمر ندير بسطايله ندير ايوا ولكن ندير بطاطا فليت ندير شنو ديري بطاطا فليت بطاطا فريت ندير واش نقول لك دابا دابا عندك 55 شحال كتبان فيك؟ شحال كتبان فيا باقا تعطيني 40 نقص لك 15 كلها اللي شافك يقول 40 لا لا باقا 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 شادة باقا شادة ندك وندردك وتضحكي بزاف اللهم بارك وزيد في ذلك شكرا لك اختي وتحيه لك كبيره من مدينه شنو قلتي رفقي بن صالح اي تقول على الاربعه ايوا الاربعه واحد اللهم بارك وزيد في ذلك اللهم بارك والدعم انا اخويا الله يخليك ديما ضحك الله يخليك ديما ضحكين اختي الله يخليك ديما ضحكه يا رب والدعم انا الله يرحم والديك الله يسهل عليك الله يسهل عليك وبعدي من والديك خلي والديك خلي والديك ولا ما تبقاش تلقي سطلي عمر دلي ودنيك انت ساكر اعطيتيهم التيقار خليهم عليك في التيقار والله الا تنصلي والدعم انت نقول والله خليكم صحاح حتى تمشي صحاح ان شاء الله يا رب العالمين شكرا لك لالا كبيره شكرا شكرا الله يبارك فيك الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيداير اخويا عزيز لاباس عليك الحمد لله كلشي بخير الحمد لله مبروك العواشر الله يبارك فيك على لالا اختي لله انا فاطمه الزهراء من الخريف 45 سنه تحية الناس ديال الخريف بقى مرحبا ربي يخليك بارك الله فيك انت مجوجه مطلقه شنو انا مجوجه ومطلقه مطلقه ماشي واحد كنت في المدينه ماشي في العروبيه وشحال هادي وانت مطلقه 4 سنين دابا 4 سنين صبرتي 4 سنين عاد
ايوا اش غدير؟ ايه الظروف. الظروف الظروف اخويا عزيز. وكرة الظروف الظروف. وشحال انت مجوجة؟ عام. اه عام عام. وتلاقى اكثر من زواجك. عام. وكل لقينا فين جلسنا اخويا؟ رحنا جلسنا ما كاينش فين. ما لقيتيش فين تجلسي؟ ما كاينش فين واحد الزواج في البلاد ديالي ما نعاود ليكش ما تبغيش لي قاعد عندك ما تبغيش ليا. أوي. اي علاش؟ كاميرا وما نعاود ما نعاودك عاد هذاك الشيء ديال العروب قبل ما نقول لك. والعروبيه زينه زعما. مالي هذوك اللي ثمان الناس اللي تلاقيت معاهم كفوك حل كما تيقولوا. واش كنتي كتنوضوك بكري؟ وبعد جوج ديال الليل. ومع جوج ديال الليل تجي امك تدق على قلبي تدق على بوردي. لاش جوج لاش؟ نوضي قاعد قاعدة تنعش في الجمرة كبيرة تيجي فيها الفشو قاعدة تنعش في الجمرة وتجي تدق عليا نوضي. تتبع الناس تقعد مع المغرب وتنوض نوض. امي انت واش انا كي ندير؟ الجوج ديال الليل. الجوج ديال الليل كنت واش نوض تلقى عبد الله مرعب. وتعقبي تنعسي. ويلي اخي هذاك الشيء ديال العروبي يا ما نعاودش ليك ما نعاودش لك كيفاش. شنو غادي تنوضي ديري في الظلام في جوج الليل ما كاين لا ضو لا والو. كاين والو نو هي عد بالها هي راه تيالفه شويه قالت لك لا راه النهار طالع سكتو باقي ما طالعش قلب التليفون ولا الساعه تلقى فيه الجوج. اوي 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 ها انت نطي في الجوج شي نهار اش درتي؟ لا عمري ما نطي مع الجوج. معايش تنوض؟ والله لا نطي مع الجوج. الرد نحط مخدة على راسي وخليها تخبطها البيت تعيين الزيت. ايوا والمسيو اش تيقول؟ ولينا جنونه تيقول لك عطي راسك تقول خليها. انت راجلك تيقول لك خليها. تيقول لك خليها تعجب الطب ولكن هذاك الصداع ديال الباب طان 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 والو تتسالي تتسالي. الا ما نطيش في الجوج معايا اش كتنوضي؟ نوض مع الخمسه سته يوميا 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 يوميا. ايوا ايوا كتنوضي كتشد بيهم البقر كتسقي من البير كتزيدو كلشي حوايج ما عمرني ما شفتهم انا في حياتي بحال الصدام ديال العسكر ديال الصحراء. والدجاج؟ الدجاج تطلق بيت وحي لي نقد. وتنكسي الكوري؟ ضروري الكوري تنكسي الكوري ضروري 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 الكوري يوميا يوميا. ودابا عندها عاولد واحد مجوج بك انت ولا كانوا عندها الاولاد ومجوجين عيالات اخرين؟ اوكي لقيت واحد دابا مشيت عندو انا مجتي عليه الماء. لقيت واحد اخر قدامي المراه عندو محروقه بحال خاشينه في الفران وجايه بدينا. علاش مسكينه؟ بالجريه وهذاك الشيء ملي مشيت ما كان يصحاب ليش راه مرت ولدهم قلت لهم واش هادي مرات شي قبال عندكم ولا ربيع ولا شي حاجه بحال هكا خدام عندكم؟ قال لي لا راه مرات خويا هادي تلعبوا بالفاطر الشمس عليها مسكينه مزيان. والشمس السقيان ديال البير والسلوح ديال البهيم وداك الشيء ديال برا وما نعاودش لك ما نعاودش. وقيل انت ما كنتي كديري لا مكياج لا والو؟ قال كاع المكياج قولي طالق ودك واش تدوش ما قال كاع المكياج. ماكياج قولي قليلة من الحسين. واخويا عندي وما كنتيش ويلي لا ولكن كان تيخرجك يشري لك دفين شربيل كاو كاو. والله خويا عزيز ما عمري ما شفت المدينة عندهم فين جيات بعدا عمري ما شفت المدينة عندهم فين جيات وعمري ما شفت شي حاجة عندهم قسما عندي اللي راه نكذب عليك. وما يمكنش ما يكونش شرا لك حتى السلسلة ديال النقرة. والله ما يشري لك حتى النظارة ديال الميكا لا شفتيها منه. أو على أنت كتبقاي بلبسة ولكن ما تقوليش لي ما داكش لشي عرس او تفيشطتي. والله لا وريني على العرس قالك العرس بالك قالك من الحسيب قالك العرس اخويا عزيز بالك قالك من الحسيب. والله يسهل عليك شي واحد يا رب العالمين. وتعرفي شنو هو بحال هذوك 16 ديال العسكر ديال الصحراء. الله يسهل عليك شي ودرتي معاه شي وليدات؟
لا والو والو ما كاينش. اه من اللي شفت براسي انا بقى نقعد الدريري، ما نعيش الدريري في يا ميرا. وراكي راه العروبيه كلها ماشي هكاك دايره، كاينين دابا شوف. خويا عزيز عندنا حنا دابا، عندنا حنا دابا عروبيه اهل، دابا درت العروبيه. لا 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 دابا 45 عام كل انا دابا في العروبيه، عندي ماكين الصابون، عندي المداخل في الدار. هيا هكاك، حيت دابا شوفي. عندي كلشي كلشي عندي، لا تلطيكي كالعييتي كتستريحي كتقلتي عندهم هما تماك. الله سمعي 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 شوفي، كاينه واحد القضيه دابا لا المدينه ولا العروبيه، شكون اللي كيخيب الحاجه؟ ماليها ماليها. العروبيه راه تقدري تعيشي فيها احسن من المدينه كما قلتي، البارابول. والله خويا عزيز نكتب عليك العيشه هنا بحال المدينه، راه الناس العروبيه الله يعمرها دار. ولكن واش دابا دابا في المدينه ماشي بحال ماشي بحال دابا في المدينه، واش ما غاديش تلقاي هاد الناس بحال اللي كنتي مجوجاهم في المدينه؟ راه كاينين كاينين كاين في الدول العظمى، شتي في مكه المكرمه كاين الزوين والخايب اللي فيها مدفون، اللي المدينه المنوره فين ما مشيتي فين كاينين الصحابه مدفونين والنبي صلى الله عليه وسلم، غادي تلقاي الخايب والزوين. حيت هي تيقول لك خويا عزيز واحد المثل لابس كل حجر وطوب. اييه راه سنه الله في ارضه. لا لا واش دابا دابا ربي سبحانه وتعالى مبينها من الاول، ها النار ها الجنه، يعني كاينين الناس ديال جهنم وكاينين الناس ديال الجنه. لا يا خويا راه ماشي حنا حنا راه حنا سا ديبون فين تنطيحوا، واش نقدروا نطيحوا في الناس اللي غيعذبونا، واش نطيحوا في الناس اللي كرمونا، هادشي اللي والو والو والو. انا واحد المراه اللي جابت ولدي انا ما سولت عليه ما كنعرفهم ما والو، لقيت دق كيخاف من مو من خطو، اللي قال والدي اللي كان كيحضر راسك وزيد ما تيقرقبهاش قدامهم كاع والو، ولا انا هنا وانت كتجي كتنوضي بعدك الخمسه وتقولي واحد السويعه ولا نص سويعه ولا ربع ساعه ولا شطافه نتكا شويه كتجي تتناسى، ما تخرجها برا طل هك هك وما تلعبيش وما تجلسيش داخل في الدار. وكاينين هاد الناس والله يا خويا كاينين عصاب، جيت عصاب فيا. والحمد لله راكي ضحكه ناشطه ان شاء الله غادي الله يسهل. والله يا خويا هنايا في العروس قاعد دي وقسما بالله هانيه مرتاحه ما خصني حتى خير والو، كلشي زعما ما واخا حتى الوالدين ضايعين اللي جاب جوج الله يرحمهم الله يستعلي دابا الطابور. والله يخليك الله يخليك ما تراعي، الله يخليك ما تراعي، الله يخليك الله يخليك خوتي الله يخليك قاعد تسوي. يلاه عطيها شي فال زوين، عطيها شي فال. لا خوتك اخويا عزيز مرحبا مرحبا. ولله في خلقه شؤون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كده لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله. المهم معك فاطمه الزهراء من صغيره 22 سنه مطلقه بلا ولاد. والسلام. كارت فيزيت. فاطمه الزهراء. على من تزوجتي؟ كيفاش؟ لا العمر اللي تزوجتي عليه شحال؟ تقريبا 19. بيه فيه. اه؟ بيه فيه طلقتي وقيله ما كملتيش حتى عام. اه كنت 6 شهور طلقت. نس واحد السؤال اودي اختي فاطمه الزهراء، انا مزوج فيك راه ضرني في راسي حيديه لي. شنو هو؟ زواج الوالدين ولا زواج الحب هذا؟ لا كان شافني ديك الساعه وجا غير فين شافك؟ بحال زوج تقريبا تقريبا. ها؟ شافك في الدار؟ لا كان شافني في واحد الموسم. الموسى. كنتي كتحيري؟ لا كنتي كتحضري؟ لا. شافك في الموسم. زيدي عاودي لنا الله يرحم باك نستافدوا منك اختي، وحنا تفيدينا ونفيدوك، عاودي لنا لان كاين بزاف البنات تيسمعوك محشومه عليك تخبي عليهم التجربه ديالك. المهم هو كان شافني في واحد الموسم وسول عليا بنت من. شكون اللي سول عليك؟ سول عليا بنت من ومنين؟ حيت هو غير من قريب لينا. دابا غادي نسولك واحد السؤال، هاد الموسم كنتي هنتي اللي بنت فيه ولا بزاف د البنات؟ هو كانوا فيه بنات بزاف في الموسم الدور اللي كيكون عامر. اي ولكن علاش انت بالضبط اللي شافك؟ واش كنت كنتي اتيرونت بشي حاجه؟ شطحتي غنيتي جالسه بوحدك؟ يعني كانوا بزاف د البنات ولكن هو اختارك هو انت بوحدك، كيفاش؟ هو ما عرفش علاش. ايوا جاه قلبوا عليك يا زيدي. صافي ديك الساعه كان جا للدار وصافي. اها وتكلم فيا من بعد درنا العقد، وحتى جات ديك الساعه كورونا عاد مشيت عنده دوزت معاه 6 شهور صافي وجيت. ما انا تزوجت في كورونا طلقت في كورونا. الكوفيد. وكيفاش ما تفهمتوش ولا ما تعرفتوش قبل؟ كان بلي بالشراب.
ومنين كتجيب الشراب وكورونا كلشي ساد؟ وراه شنو كان في الدوغه العام الاول يونتي في العام ديال 2019 هاد كورونا فوقاش جات في 2019 ولا 2020 ما قل ايه تي دابا واش مجوجه في الموسم ولا في كورونا ولا كنخطبني في الموسم ولكن مجوجه في كورونا آه. ماشي مشكل انتي باقا صغيره والسن ما تيهمش ونتمنوا لك هاد الليله هادي تجوجي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي هاد الليله هادي ما طفاش التليفون اختي فاطمه الزهراء مع 11 مع 10 كيعيطوا الرجال صافي صافي الله يسهل عليك في محسن الله يخلف لك امين يا ربي امين يا ربي امين واحد كتب لي كومونتير علاء سولها استاذ واش عندها الخدمه والفلوس ها شنو دير انت انت تجفف وتصيق ها ما بغيتش نكمل والله ما بغيت نكمل مالكم ما كنتيش كنت في الراديو نكمل لك منين بغيتيها بفلوسها وكذا ما حشمتيش واش عندها الخدمه والفلوس والصغر وباغيها صغير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تي وحده عيطات المعلم هنا وقالت لي بغيت راجل انا خدامه وعندي معمل هو يجلس لي في الدار ويطيب عرفتي اش درت لها ولا حتى نعز الرجال يكونوا رجال هاوا لا حول ولا قوه الا بالله مجوجه لا في مره حتى واحد عمرو جا عمر شي واحد مالي في مره كاع مر لا من الداخل لا من برا لا من الداخل لا من برا في مره يا عبد مرة وتا البغوم وحال واش بغيتي؟ لا كاين ما البغوم بغيت ما نبغي بمرة كاع مرة والو دوار ناشف الصيف ماشي ناشف راه الله حد الصواب يبس يبسوا والو العواطف عمرهم خدموا تقول ولا شي واحد قال لك بيبي ابدا تبدل حتى قالها كاع شي واحد في الزنقه ما كنقبلهاش انا خصك تقبليها مباشره يكون خطيبك لا انا كيبان ليا يتفلاو وانت دابا دايزه كيقول لك بيبي لا قال بيبي نقول يرقبك من عينيك وبيبي يا زعما حبي فهمتي ماشي بيبي انا عرفت راه عرفت هو غير المهم انا ما الا في الطريق ما يمكنش تقولي له نقبك من عينيك بيبي لا نقول لك هو بيبي قول انا يعطيك بيبي نقبك من عينيك ايوا بنادم كيعبر على العطاويف ديالو مالو ولا ما كيبان ليا لا عاكي ولا يضحكوا هذا حكين صافي اه هما هما كيبغيو يتفلاو عمر شي واحد تبعك وقال لك عطيني النيميرو راني ناوي المعقول لا ما لا تكلمت معقول ما يقولهاش ها التليفون تعات في اليد ما عندك الواتساب عندي والو شوفي جميل انا تناقش معاك ما تعرفي زعما واش عمرك استعملتي الواتساب في زعما شي واحد يهضر ناوي المعقول قال لك انا حكا والواد لا ما كاينش المعقول والواتساب باش عمر عندك لا خويا العائله الماتشات الكره في العائله ايوا شنو نديرو دابا ودي جميله ايوا خويا دير ليا الفعل وطلب معايا الله تعالى يسهل عليا وبيبي ونقول لي يعطيك بيبي نقضك من عيني يكون مقهر طويل وجميله نعم كي داير الراجل اللي كتمناه ما انت جميله خصك تتمناه كي داير يكون انسان طيب يكون يحب الانسان ويكون خالق ويكون مرضي والديه ويكون مرضي الله ومرضي الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم برافو عليك نعم وبرافو ايوا شنو نقول عرفتي شنو هي برافو برافو هي ابني برافو هي طاجين اللحم بالبرقوق بالفرنسي الله اكبر والله يحفظك جميله الله يحفظك اختي جميله الله يعطيك يعطيك شي نقره فين يغبر نعاسك يا رب امين يا رب عطيها خويا شفاء المقمح لاختي جميله عطيها يكون ادعوا معايا نطلب مغاربه يدعوا معايا كل من المغاربه كيدعوا معاك وبيبي الناس تسمعها بيبي اخر تقول لي سير الله ينقبك من عينيك انت
اللهم تمشي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس؟ سي عبوبي كيداير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك اختي الله يحفظك. بارك الله فيك الله يحفظك، حصل لي الشرف نهضر معك اليوم. مرحبا مرحبا اختي الله يرضي يخليك الله يحفظك اخويا. مرحبا. انا نعيمه من كازا. اييه. عندي 48 سنة. اييه. أرملة. وعندي بنيه عندها 19 سنه. الله الله. وعندي السكينه ديالي وعندي تقاعد دراج الله يرحمه. وهمزه همزه. ولا كان شي ولد الناس الله يسهل عليك يكون يكون محترم ويكون بعقله. 48. فوقاش مات الراجل؟ دابا شي 7 سنين دابا. ودابا اختي انت عندك دارك بوحدك والصالير ديال راجلك باقي كيدوز، علاش كتقولي هذا الشيء؟ علاش قلتي؟ وبنتك عندها 19 عام. عندها 19 عام. المهم انا غادي الا عيطتك شي واحد انا نقول لك شنو غادي ديري، سمعيني مزيان. سمعيني سمعيني، غادي ندق لك واحد ليبره، سمعيني مزيان. الله يحفظك. لا والله العظيم. انت دابا انت عندك دارك بوحدك، وعندك بنت عندها 19 عام، وعندك خلصه مزيان. انت بالنسبة لشي وحدين ماشي كلشي حيت التعميم ما مزيان. لا يعني ماشي خلصة يعني هذه واحد السكينة يعني ماشي خلصة يعني تدوز ديال الساقة. سكتين نقول لك كاينين الناس اللي غادي ياخذوك على محمل الجدية ويتزوجك ليك، وكاينين الناس اللي غادي ياخذوك على على طمع مطمع. أييه بصح أنا هذاك الشيء ما بغيتش واحد يكون طامع. سمعي كاينين البندية اللي داخل على بنتك ماشي عليك أنت. دير هاد القضية في بالك داخل على دارك. أنا تنقول لك ماشي تبقى حالة فمك، أنا غادي اللي عيطت لك نقول لك ها هو وبينك وبينه. أنت راكي شاربة عقلك وعندك 48 سنة وعندك تجربة وفايتة مجوجة. كاين اللي غادي أنا كنهضر معاك، كاين اللي غادي يبان له غير دارك وبنتك باقا صغيرة وكاين عقلو هاك. وكاينين هاد الناس كاينين عايشين معانا عايشين معانا. ردي البال وما أنا ما تهرقيش. لا ما تهرقيش راكي بعقلك الله يستر عليك. الله يكثر خيرك. وراكي اللي غايدير لك هي قنطره لدارك ولا لبنتك ولا كاينين ويجي شي واحد يقول لي لا ما كاينين. بصح نيت بصح. قسما بالله الا كاينين يديرها غير قنطره كاينين. عندك الصح الله. وردي البال حنينتي. ربي يخليك. ربي البال عافاك انا معاك. ولا عيط شي واحد بغى يتزوجك راه غادي نعيطوا لك ان شاء الله. الله يسهل عليك. انا كنصحكم ولكن ديروا اللي بغيتوا، انا ماشي ضروري تاخذوا النصيحه ديالي. ضروري ان شاء الله يا ربي. ديروا اللي بغيتوا. الله يسهل عليك شكرا. ولا شفتوني كنهضر اخوتي قاصح معاكم البنات كنبغي لكم الخير والله. نضحك ونقشاب ونشطو وندوزو ثلاثة تسويعات زوينين، ولكن فاش تنوصلو للحقيقة كنبغي لكم الخير. ما نبغي حتى شي واحد يضحك عليكم، ونفس الوقت ما نبغيش البرنامج ديالي يكون سبب في دمار حياتكم. ما نبغيش دوزوا معايا على أساس أنكم تجوجوا يكون سبب في دمار حياتكم. احنا ما إن الله يهدي من يشاء. أنا ما عندي من هدي ولا نقاد لك الناس. انا ما تنعرفش الناس اللي كيعيطوا لي، كنعرفهم انا كما ما كنعرفكش انت حتى هو ما كنعرفوش، ولكن انت خصك تعرفيه. الور باش نكون انا قنطره اللي هدمي بيتين ولا هدم مشاعر ولا عواطف ولا شيء ما باغيش. انا باغي انا كنكرزك كنزير معاك باش انت فاش يجي هاد خينا كان باندي يبان كان راجل يبان بيك انت ماشي بيا. انا ما تلصقوا فيا والو. انا داير عارفين اني كنبغي المعقول وراجل وما بغيت حتى شي وحده يضحك عليها شي واحد عندي. ولكن الا تشاورت معاك قلت لك عطيني واش نعطيه نمرتك فاش يتصل بك كرزي عارفيه يجي يخطبك يشوفك تشوفيه في حدود المعقول وعرفي شنو تحت راسو شنو نيته. راكي غتعرفي تبارك الله راه السين ديالكم ديال التجربه باش ما نتسماش انا ما عندكم ما تلوموا فيا ما عندكم ما تسالوني انا ما تسالوني ما نسالكم. مادام تنقول لك ردي بالك مع ولدك ومع بنتك ومع دارك وردي بالك واش نعطيه النمره ونتشاور انا هنا كنخرج. انت فاش يجي عندك تعرفي شنو ديري معاه. الور وانا ما كنبغيش نكون سبب تعاستكم. انا خالق برنامج للسعاده ماشي للتعاسه. الا كان شي تعاسه راه تجي من عندكم نتوما. راه كيعيطوا لي كيقولوا لي خورا تفلح علينا فلان وبلوكيناه بخير عافاك بغينا نتزوجوا ومريضنا. ماشي انت المكالمه الاولى يقول لك الو كتولي كتبغيه علاش انت نمله
عندك القلب النمل. الو اخويا راه دوزت 3 شهور وكيتفلتي 3 شهور وعجبك التفلية. في المكالمة الاولى اخويا تجي للدار ولا شنو نديرو؟ الدار مرحبا، الدار بلوكي 3 شهور اخويا تفلي عليا 3 شهور وانا كنصايب واش جديدي واش جديدي انا قلت لك بغيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. الله يكبر بك. سميتك؟ فاطمة. منين مدينة؟ من مكناس. مرحبا بلاله فاطمة من مكناس. الله يكبر بك. يلا قولي لي اختي كاين شي جواج ولا والو؟ والو. في مرة. مرة. لا خطوبة لا جواج. والو. وناشفة. ناشفة. واخا لا. واش الوقت اللي خياب اللي خيابت ولا الشيء ديالنا اللي خياب؟ وحدة فهاد الجوج. واخا نسولك. مرحبا. نهضروا على الوقت. مرحبا. الوقت خايب. الوقت خايبه ياك. الخميس باقي تيجي مازال. والاثنين حتى هو. ورمضان حتى هو. وجونفي حتى هو. يعني الوقت باقي هو هو مازال هو. تنظن حنا الخيار. ما علاش نعايروا الوقت؟ الوقت باقي هو هو. حنا بالمنظور اللي كنشوفوا فيها احنا اللي كنشوفوا حنايا اللي كنظن. لا شوف راه شوف ماشي دابا التطور واخا كاين شي حاجه كتطور وكنسيروا العصر. انا نعطيك مثال بسيط بالانترنت. الانترنت خايبه فيها. المهم كاين الايجابي وكاين السلبي. لا 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 لا, 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 لا. الانترنت كاع ما خايبه. حنا اللي كنردوها ايجابيه ولا سلبيه بطبيعه الحال. مثلا انا نقبض فيسبوك وندير فيه نصيحه، واحد يقبض فيسبوك ويدير فيه فضيحه. عندك ياك. يعني حنا لا خيبنا الحاجه راه حنا اللي خيبناها. ما هي الوقت راه الوقت والانترنت الانترنت. الزواج باقي هو الزواج. باقي هما الو حنايا مثلا انتيا نعطيك مثال بك انت يا فاطمه من مكناس ياك. انت انسانه طيبه، مي وحده ما باغاكش ما حاملكش لله ما حاملكش عاكواك. راه الا جا مثلا شي واحد سقصاها بغى يتزوجك خايبه وما مزياناش ودايره وفاعله وخيباتك. فهمتيني؟ راه ماشي الوقت اللي خيباتك. حنا ذاك التكافل وذاك صله الرحيم. وحنا للاسف للاسف شعب حنين، ولكن ما كنبغيوش ماشي كنا، ولكن كاين وحدين ما كيبغيوش الخير وحدين اخرين للاسف. عندك الصح. فهمتي؟ مثلا هذه اللي عيطت لي وقالت لي بغيت نتزوج ولدي لهذا البنت، نقول لها انت لا شو هذه راه غير موديل وما تزوجيهالوش ياك هاكا. فهمتيني؟ لا نقول لا تزوجيه مرحبا ودي هاكا. خصنا نكونوا احنا نكونوا زوينين هي مع راسنا ونكونوا زوينين مع احنا. راه باقى فينا قاعده، الا صبحنا على شي واحد مسكين فقير ما عندوش ياك تيطلع لنا النهار خايب، ولا صحنا على شي واحد لاباس عليه تيطلع لنا النهار زوين. هذا هو الديفو. وحنا راه خصنا نصبروا على الله. كاينه عندك الله عندك الحق. الصباح ديال الله سبحانه وتعالى. بيان سور كيقول له الصباح لا، كيقول له علاش تقول لي الصباح لا؟ وراه الصباح لا لمن ليه؟ راه الصباح مالو ديالك ولا ديالي؟ تتزوجي دابا ولا لا؟ بغيت شي راجل، ولكن شي راجل باش نلقاه بالمواصفات اللي نبغي انا شويه قاصحه. وقولي لنا على الله يكون شي واحد بهذه المواصفات كيسمع، قولي المواصفات. عندك الصح. يكون غير على ما تيبان ليا. والمهم بغيت شي راجل يكون كيخاف من الله سبحانه وتعالى. واخا. وكيطيع الوالدين ديالو. كاع الانسان اللي تلقاه كيطيع الوالدين ديالو وكيخاف من الله سبحانه وتعالى، ما عمرك تلقى معاه مشكل نهائيا. ما يبغي يدير شي حاجه اللي تأذيك غادي تفكر الله وتلقى المعامله ديالو مع والديه. هادو ماشي مواصفات صعاب، كاينين هادو موجودين. كاين شي نوع. المهم انا شفتهم كيتزوجوا كينساو والديهم كيعاملوا الوالدين ديالهم. واش يعني انا ما بغيتش هاد النوع هذا. اسمع ياك. شويه من الحنة وشويه من رطبيه اليدين ياك. بطبيعه مزيان. هذيك اللي كينساو والديهم راه حتى المراه معاونه في النسيان ديالها. بطبيعه الحال انا ما نقدرش نتزوج شي راجل لونسي في والدي لحقاش هما اللي جابوه للدنيا. مزيان. هادي دابا ماشي الراجل قال لك الولد على من ربيتيه. بطبيعه الحال ياك. والراجل على من ولفتيه. بطبيعه الحال. مزيان. راك حافظه صوارك ماشي مشكله. لا نديروا الكلفه. نديروا الكلفه. دير ليا شي فال يكون بعيسى وعافاك. تحمق على عيسى. ولي لا يعطيك ما يحمقك اختي. قلتي بحقك. الله يكبر بك. بارك الله فيك. ولي شرف عظيم انني هضرت معك سي العبوبي. بارك الله فيك. وكنحمق على البرامج ديالك. شكرا ربي يخليك.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الحمد لله. سميتك أختي؟ نجلاء من تطوان. ميساء. نجلاء. نعم. نجات من تطوان. نجات مرحبا بلالا نجات. أش أخبارك؟ كل شيء مزيان. الله يبارك. لاباس أخي عز الحمد لله يسعدك بخير. كي دايرة تطوان وماليها؟ لاباس سلام الحمد لله. الله عمرها دار ديك الناس. مجوجة؟ لا مازال. مخطوبة؟ لا باقي. لا هكا لا هكا. شنو نبقاو هكا ولا؟ لا ديما أنا الدنيا شفال يكون شمالي. نديرو شايف أهل العيلة مولاتي الزين والقدي واتي يا لالا مولاتي يا لالا ياك هكا هكاك واه بغيتنا مع الشمال نبقاي في الشمال تبقاي أو مزيان نيت أنا بغيتيه شمالي نيت واه واه ابن عمي واه واه قلبك طايب أعطيها الفاك اليوم نخرج لهم حلقهم احلى تحية الافراح النادى لالا زهور والمعلمات ديالنا الو السلام عليكم وعليكم السلام ها انت دخلتي مع التعشيقة تاع النبي سبحان الله العظيم على فال عندك الو وي السلام عليكم لالا عليكم السلام سميتك لالا ايمان علاش ايمان منين مدينة اختي المكناس مجوجة لا مازال مخطوبة لا مازال نديرو لك الفال؟ أي أنا واحد جوج صحاباتي دابا؟ أه واخ صحاباتك ألو ألو خويا عزيز كي داير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك كي دايرة الصحة بخير كي دايرين الوليدات ومولات الدار الله يحفظك الله يبارك فيك أختي أنا سعاد من نواحي مراكش إيه عندي 48 عام إيه وكنت دورت لكم ديك النوبة وجاني واحد السيد قال لي ما مجوج باش هدرت انا وياه قال لك على مالنا الشرع عطانا ربعه وبيزيدني على المراه الثانيه بوليداتها وانا ما كنبغي التعدو ما كنبغي نتعدى على حد هو بغى داك الشيء ديال التعدو اييه قال لك على مالك انت بدارك وهي بدارها ولكن انا مو بشاكك بغيت نجي عند المراه ما تعدى عليها ما تعدى عليها تكون مطلقه ماشي انا يا سببها لا ايه عندك الحق حشومه بقات فيك هي قال لك علاه مالك انت بدارك وهي بدارها الشرع عطانا ربعه ولكن وهادشي كاع هادشي فاش دور لينا كاع ما قالوا لنا في لونطين ايه وانت تشوف هدرت انا وياه بيني وبينه قال لك راه تيقولوا كلام في المباشر وبينك وبينه بيقول لك هضره اخرى لا هو التعدد احنا نقولوا دابا بقينا التعدد انا نقول له انا ما بيت التعدد معلم قال لك حتى نتزوج بك ونطلق وقلت له علاه كنت قبل ما تعرفني وانا نعرفك ماشي انا نكون السبب لان ما تنبغي تعدى على حد أكون بغيك يا سعاد والله العظيم بالله اخويا انا مثلا بغيت تعدى على حد ما تعدى على حد ما تعدى عليا حد الراجل اللي بغيت ديما نكون سببه في حتى حاجه يكون مطلق بلا بيا ايه ولكن الى بات هي الموافقه ديالو هو جاب لك الموافقه ديالتها تبي تبيتي تنتي لا هي بغيتي انا عاد نتشد الشعكاك انا وياها علاش بغيتي تشدي بالشعكاكة؟ ياك انت بدارك وهي بدارها وعطاتو الموافقة لفريد ما تتولدش وبغاك انت الولاد كي بغيتي ديري؟ اسمعيني انت انت فهميني سعاد نعم اخويا عزيز ولا كانت هي عطاتو الموافقة وبات انت ما تيبيش لا خويا عزيز قال لك كذب حتى الدرة ما تتبغي اخرى التمرة ما تتبغي اخرى تجي عليها كذب عليك كذاب ياه يا خويا عزيز ولا دابا لو كنتي انت مجوجة وجاب عليك الدرة تنتفيها من الشعكاكة يا نتفا ماشي هكاك انا ما نبغيش تجي عليا يطلقني ونجيبها الله يعاونو غير عطيني في صالي ونجيبها ما يجيبهاش عليا يا ولا ما كنتش شات ولدي ايه ولا ما كنتش ضربني انا تنولدش ها ولا ها هو دابا بغا يتزوجك وبغا وحده يولد معاها تنتفيها من الشعكاكا لا داك اللي بغي وهذاك اللي بغي اللي بغي يديني يكون ما تيبغي الولاد ما عندوش
لو ما عندوش يبغي ولا شي حاجه. لا ايه ولا هذه دابا لا جابت وعلى انت عولت فيه. ايوا على ما بغيت نتفني، ما بغيت نتفني بالدراج، ديت ليها راجلها محشومه عليا بيني وبين الله. ايه عندك حتى وحده ما تتبغي الاخرى، ما نكذبوا غير كذبوا عليك اللي تيقولوا لك راه المراه تتبغي الاخرى. لا قال لك كاينين قالها. لا ما كاينينش. قال لك كاينين انا تنشوفهم، وكاين انا عندي جوج صحابي مجوجين ثلاثه. واخا تيكذبوا تيكذبوا حتى وحده. راه شتوهم ما تيتنادفوا ما والو، تيمشيو للحمام بالثلاثه بيهم كاع. واخا 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 هذاك الشيء يركدو، كل وحده تتبغي راجلها بوحدها، ما تتبغيش وحده تشاركها فيه. دابا هذا طلعها علينا. ايوا طلعها عليكم وطلعها عليا انا معاك. وما عندنا ما نديرو به، مشي لاب. الله يعاونك، يقعد مع مرته ووليداته احسن ليه. والله العظيم اش بيدير بيا انا قولي ليه. هي على عندك اخويا عزيز. انت عايشه بوحدك؟ انا والوالده. وردي رضات الوالده انتيا. خبزه والحقيه. ها خبزه والحقيه. اه حقا جبت لي ديك النمره ديال ديك السيد اللي عنده ديك اللي كان قالنا عندي فيرما والبقار وتراكتور وكذا. لا ماشي هذاك، هذا راه ما عندي لا لا واحد اخر، واحد اخر قال لي شوف لي شي وحده 48 50. اييه واخا الله يخليك. عنده لنا واحد بني من ها واخا الله يخلف عليك. عنده الرمانة عنده عنده 90 عام. لا لا 90 عام يلا نديو يزعف باقي 10 سنوات. ومالك ياك قلتي ما بيتي ليه ولد لا والو. لا 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 كاين اللي نديرو ولاد كبروا وتزوجوا الله يعاونهم ولا تفرق معاهم. هذا هذا راه هضر معانا تبارك الله، الصوت ديالو باين شاد في راسه. لا لا ما شاد في راسه والو، عادي نتاش بغيت نقعد معاه ولد انايا راه ارتاح لا والو. لا وما على زعما اختي يموت. ولا لا انا بغيت معامل نعيش ولا بغيت ندي الراجل اللي يموت يخليني وحدانيه. ايوا راه تورتي. ها؟ تورتي الرمان والبقر. لا ما بغيت لا رمان ولا بقر ولا غرم، انا بغيت الراجل اللي نعيش معاه حياتي. واش ندوروا ليه؟ لا 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 تدور ليه شيء، ما بغيتش انايا قد هكاك الله يعاونك. شحال قالنا 85؟ شحال قالنا 85 ولا 90؟ 75. ولا الله يعاونك الله يعاونك. انا بغيتي تكون عندي هذيك 60 50 55 60 بعدا بغيتي تعيش معاه الحياه ماشي 90 تدي ويود الله. هاتي هذا قال لي عندي واحد الفيرما قد الشوف البقر ديك المزرقط والرمان وعايش بوحدو وكينسى فيه الزهايمر. لا لا ما بغيتو لا رمان ولا عنب ولا غلمو ولا بقرو الله يعاونك. شوف انا قاسة نجي عليك وانت ضدي. لا 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 ما بغيت شيء، انا بغيت معامل نعيش حياتي بارك اللي جاب لي اللي قسم الله نعيش بو نعيش في السعاده والهنا وراحه البال بارك عليا. وقال لك لا لا وشنو ها هي ديك الورقه اللي مكتوب فيها السياره بالشيفور ديالها. لا ما بغيت لا سياره لا شيفور، بغيت نركب انا غير في الطوبيس الداكسي بارك عليا الله يجعل البركه. ها هي غتديه شي وحده هاد الليله. واش ديال الله الله يرضى بك. الله يعاونك اختي سعاد الى رشقتي لي راه ضحكت معاك في هذه القضيه. برافو عليك، ما عندي ما نسالك ضحكت معاك. ولكن لا واحد عنده 90 لا والو، لا تعيط لنا شي وحده تقول لك بيتو. تقدر تعيط لنا شي واحد بيتو ياك تقول لك بيتو ياك. كلها وضميرو كلها واش قال اختي سعاد القانوعه تبارك الله عليك. لاله سعاد غنشوفوا لك شكون اللي هذه الليله اللي عيط لك شي واحد راه نعيطوا لك. امين يا ربي من فمك لله بارك الله ربي يحفظك ويخلي لك وليدات. امين شكرا لاله سعاد شكرا. الله يعاونك اخويا عزيز شكرا ويطول عمرك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. ها؟ سميتك؟ لطيفة. لطيفة؟ اه. منين؟ من الدار البيضاء. اييييه شحال في عمرك؟ 45. انت اللي كنتي هضرتي معنا ديك النهار بشويه على خوتك. لا لا انا ما عمرني هضرت. وداش تهضري دابا معنا بشويه؟ لا انا ما عمرني هضرت. دابا دابا علاش كتهضري هي بشويه؟ ما كنهضر بشويه صوتي بحال ناعسين. لا فايقين. فايقين. اه عمرك تزوجتي راه طيبه؟ لا مطلقه. اه
مطلقة. بالولاد ولا بلاش؟ لا ما عنديش. ومن ما طلقتيش ما تجوزتيش؟ لا ما تجوزتيش. ها؟ لا ما تجوزتيش. ماشي عندكم تا واحد؟ كيجي ولكن كنخاف. انا كتخافي؟ اه. من اش كتخافي؟ وقع لي شي هذا في الطلاق. ها؟ وقع لي شي حوايج في الطلاق هذا الظلمت. تظلمتي؟ اه. واللي تيجي يخطبك كتخافي تظلمي؟ اه. ودابا هذا اللي معيط عليا انا غادي تزوجي ما خفتيش منه؟ خفت ولكن انا قدرت على الله. عيطت على الله. خفتي؟ اه. خفتي تظلمي؟ ولا طيب؟ نعم. لا طيبة؟ اه. ولا طيبة؟ نعم. ها لا طيبة؟ نعم. تي خصنا نقول لك لطيف لطيف لطيف. شوفي لطيفة اسمعي الا بغيتي تعيشي حياتك. سمعيني مزيان وركزيش غادي نقول لك. كنسمعك انا كتعجبني في البرنامج والله كنتبع. واخ. الشيطان على الله. الشيطان على الله كيجي البنادم في واحد ثلاثة ديال الصفات. شنو هما؟ الخوف. والضعف. والاخرى نسيتها. ولكن فوقاش تيركبك الشيطان مزيان في الخوف. علاش؟ فاش تكوني خايفه كتضعافي، فاش تضعافي كيبدا يوسوس لك داك الشيء اللي قال لك كديريه. الور دابا انت هذاك الظلم اللي تظلمتي، اولا خصك ترفعي دعوه لله سبحانه وتعالى ياخذ حقك وتنسيه. كنقولها وغيب اللاتي وقوليها. الور كتعيشي به في حياتك، تصوري داز وانت عايشه به دابا. علاش عايشه به دابا؟ حيت خايفه دابا، خايفه من المستقبل. الا بقيتي خايفه حنينتي هكا واخا يجي شي واحد دريويش الله يعمرها دار غتبقي خايفه منه من مزيان. والا بغيتي الشيطان يبقى راكبك راكي غتبقي خايفه. الا بغيتي الشيطان يحيد منك الشد بالله والقوه مع الله، ذو القوه الماتين، طلبي من ربي القوه حيدي عليك هذا الخوف ونعلي الشيطان، لان الشيطان هو اللي كيوسوس لك تيقول لك لا وكذا وانت كتيقيه. الور الشيطان كيجي البنادم الضعيف والخواف والمشكاك والمحساد والمغيار. شوفي شوفي هادو هي امراض القلوب. حيدي منك الخوف يا بنتي اختي، قال لك بنتي، وقولي بسم الله توكلت على الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت ذو القوه المتين. ولا كنتي غادي تكوني مع ربي سبحانه وتعالى غيكون معك كل شيء، ولا كنتي ماشي مع ربي غيكون ضدك كل شيء. والله ما مع الله ما دام خايفه. الخوف من الله. الشيطان اللي قال لك خافيش من مع الله. اللي كيكون مع الله داير ربي في قلبه حتى حاجه في الدنيا ما تغلبو. علاش غادي تخافي؟ صح. هي ظلمك واحد كون رديتي له بحال بحال؟ لا. ايه؟ حل. الشيطان لعب معك حابه وانت تتخبعي له. لا لا توكلي على رب العالمين والله ما تخافي بالله. خوف من الله. ولا كنتي كتخافي من الله؟ راكي قلتي دابا خايفه لن تظلم. ماشي حمقاتي؟ مسطيه ولابسه حوايج زوينين ودايره الريحه ومعيطه في الراديو، وانت راك غير مسطيه. كاينه شي وحده كتخاف من الراجل داز الاول، راه ما مطلقات 60,000 وحده كتقول لك انا باغا نتزوج بقوه، صافي مشى هذاك سالينا. بصح. الا بصح ديريها السيمانه الجايه عيطي لي قويه، قولي لي باغا نتزوج. ان شاء الله يا رب. واليوم الا عيطك شي واحد ما تخافيش منه. الله يحفظك. ماشي احترميه وما تخافيش منه. ماشي تخرجي عينك دخليها وما تخافيش منه. شكرا بزاف. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. خايفه. عجبني البرنامج ديالك عيطت على الله. وكلشي على الله. والله. كلشي على الله. شكرا بزاف. انا نعطيكم النصيحه اخوتي المستمعين كاملين، وكاين اللي كيدير هذه القضيه، الحاجه اللي كتخاف منها ديرها. ها؟ اه ديرها. ديرها ديرها، كتخاف ديرها. باش نحيد عليا هاد الخوف انا في مره كاع حيد. انا واحد الوقيته ما عنديش البيرمي وكنسوق مع شي مول الطاكسي تنقول وايلي يطلع فهاد الطلعه والدنيا عامره ويوقف الفروج ويدوز جايني الخلعه والهيبه، واحد الهيبه كبيره كبيره، واحد الهيبه خطيره جدا. وكنشوف الناس شو نشوف العيالات تيسوقوا الشباب وراجل كبير كيسوق
وانا نصور راسي على زعما هذوك ما خافوش وانا نصور. الور هذاك اللي خايف منه البيرمين ما نديروش نديرو واللي دابا كنسوق بحال لافوار. الور هنا هذه تجربه، شحال من حاجه انت خايف ما ديرهاش ديرها، شحال من حاجه انت خايفه. هذاك اللي كيسوق فولفو عفوا ماشي رموك، هذاك اللي ساق طياره كون كان خاف منها نطلعوا حنا للسماء، هذاك اللي كيسوق الباطو كون كان خاف من الامواج، هذاك اللي كيسوق غير البشكلات في الاول كتخاف منها. الور فاش داك الشيء اللي درتيه في الصغر وكنتي كتخاف منه عقل عليه، وفاش تجيك شي حاجه ديرها وما تخافش. انا خايف منها نديرها، بسم الله توكل على الله مولاي الكريم ونديرها. وهي الحياه غتسهل عليه، خفتي من كل شيء من كل شيء من كل شيء غتولي خواف، والشيطان لقى الملعب فين يلعب. الو وي لاله مرحبا بك. صافا خويا العبوبي، اللهم لك الحمد نعماس. لا قلتي شي ليا وشويه سكينه من مراكش. تزوجتي؟ تزوجت وطيحت العقد. طيحتي العقد؟ طيحت العقد، دابا خصتني نشوف بعيده، باقي ما بغيتش نمشي لداري حتى نجهز. هادي هي الهضره ولا حيد بالك؟ حتى ديري العرس، واش فوقاش فوقاش واش درت لك الفال وتزوجتي ولا كنتي مزوجه وعايشه؟ لا درتي لي الفال ودوزت الخطبه رسميه، موراها طيحت العقد، يعني دابا تاني دورت ندير لي الفال باش ندير شي بعيده. واش دابا طيحتي العقد هي طاح لك وديكلاريتي بيه ولا ضربتي لاكت زعما؟ لا ضربنا لك حلف البيض. الحمد لله اللي ما خرجتش شي لون اخر. كاع الوان زينين والله العظيم. دابا دابا خصك قعيده ضروري من القعيده. شنو هي القعيده؟ شنو تتقسم هي الحنة في داركم ولا شي قاعات حفلات ولا شي قاعه ولا هي شي حاجه صغيره واخا غير صالون قدام الدار ونقافه والعناريه ضروري. ما تخرجيش من دارك بحال هكاك ناشفه والعبد والعبد وتحيحي. وبنات لليش هما اللي بغيت نجيب ان شاء الله. شكون هما اللي بغيتي تجيبي؟ بنات لليش. بنات لليش معروفين عندنا في مراكش. يا ربي ان شاء الله يا ربي يا ربي دير شي قعيده باش يجيوها بنات لليش. يا ربي هادو راه مطرطك هادي راه بغات بنات لليش. يا ربي تسهل عليها دير قعيده باش يجيوها بنات لليش. امين يا ربي يا ومرحبا بك عيني نزيد ندعي معاه. يا ربي هادي طيحات العقد وبغى دير غير قعيده ما بغى دير والو، ولكن هي نفسها وشهوتها بنات لليش. يا لليش تبارك الله عليك. والله ما كاين اللي تبارك الله عليك. الله يحفظك ربي يخليك. والله نلقاو هاد بنات لليش تنطلقهم الكذابة. لا انا عندي ما نقول تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. وفاش هاك عزوان علاه يخطيك؟ هذه ماما اللي هضرات ياك. اش قالت لي ماما؟ راك عزوان علاه يخطيك؟ تبارك الله على العزاوي. ولكن بيني وبينك لا اختي شنو تيغنيو هاد بنات لليش باش بغيتيهم انت؟ هو رياض والعباد. قولي لنا شي بريكه منهم مثلا تكوني حافظه انت والوالده. عطا الله واغي شي حريفات وصافي باش نديرو لك القعده. ديري راسك انت انت بنات لليش حداك وكتكوراني معاهم. يلا واه خص ماما تكون حدايا باش تضرب الطاره. الوالده عيط لها عيط لها نحيها اش نخسرو حنا اليوم. ماما اجي ضربي في السنيه. اجي 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 باش نحييه. يا ربي الا ما تتزوج باش دير بنات لليش. شبيتيني نغني لك اللي كيغنيو هما غير طريف غير طريف منهم. اللي بيتي انت اللي بيتي انت وانا ما حافظش هاد بنات لليش. انت اللي حافظها وديري اللي بيتي انت. هاهما بنات لليش. عندي ما نقول الله يطول عمرك. مرحبا بيك. الله يحفظك. تبارك الله على المراكشيين وصافي. الله يحفظك. الله يخلي لك لامي. ما تمك تتبغي لليش؟ ماما عزيز على لليش وبنات عنطر والبعصيه. ولكن ماما شاويه شاويه ماما كاه. ماما هي العلوه
حاج تذكريني. والله لا تبارك الله عليكم. لا خطك الله يحفظك ربي يخليك يا ربي تسهل عليا يا فراس. والله تنتي الله يعاونك. الله يكبر بك. شكرا. ونتمنى يا ربي هاد فاطمه الزهراء تتزوج هي وامها تحضر ليها ويجيبوا بنات ليليش. الو وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بلالا. خويا معايا عزيز عبوزي. نعم معك سكينه من مكناس. مدينه مكناس. مرحبا بلالا سكينه. نهار كبير. شكرا. اول مره كتعيطي لنا اختي سكينه. اول مره شد ليا الخط. شحال هادي وانا نطوني عليك. شحال هادي وانت تصوني اليوم؟ شد عاد شد كون راشد. كون راشد منين شد؟ مجوجه مازال؟ شحال في عمرك؟ عمري 26 عام ولكن عمري تزوج ولكن كنت مخطوبه وما ربي ما سخرش ما كتبش. لا وي ما تنقولش ربي ما سخرش. ربي كيسخر غير ما كتبش. وربي تيسخر. ما تفهمتوش. ما تفهمتش انا وياه. علاش قولي لنا علاش باش يستافدوا منك الناس؟ يعني في الاول كان يكذب. يعني في هو هو المهم انا هو في الاول قال لي هو في الاول قال لي انا خدام وانا عندي وعندي وعندي. هو قال لك انا خدام وعنده وعنده وعنده. هو أيوة. هو ما خدام ما بدا ما عندوش شي حاجه يبا اللي يصرف عليه. وباش عرفتيها؟ يعني انا سولت عليه. بلاتي دابا سولت دابا هو فاش سولتيه هو قال لك انا خدام وخدام وعندي وعندي وعندي. عندي وعندي وعندي. شحال انت مخطوبه معاه؟ تقريبا شي شهرين. وكي درتي عرفتيه باش جا خطبك؟ وكي درتي تقتي به بانه عنده وعنده وعنده في الاول؟ لحقاش انا يعني هذا السيد انا ما كبير مع شي علاقه ولا شي غلاص. هي اختو اللي دخلت بيناتنا. ها اختو دخلت زيدي. يعني اختو فاش دخلت بيناتنا ما بقات هكا قالت لي خويا باغي تزوج واش تزوجي خويا؟ قلت لها مرحبا. يعني اختو صاحبتي انا قلت لها مرحبا. ودابا وبلاتي دابا سكينه ومارت الدار على باب الدار من اختو تبان لك الفيرما ودابا اختو تتبان الله يعمرها سلعه. لا تنهضر على عنده وعنده خدام وما خدامش. ولكن دابا هو اصل ديالو من دابا هو اصل ديالو من وجده ياك. واه واختو ساكن حدانا في مكناس وهو ساكن في وجده. واخا يعني انا مد عادي هي ما تنعرف على دارهم حتى شي حاجه. انت نعرف في اختو. نهار جا خطبك هو ومن جا؟ نهار جا خطبك هو ومن جا؟ جا هو وباه وامه واخته. واخا زيدي فاش جاو؟ صافي جاو. لا جاو يرشموك ويهضروا ولا جابوا الخطوبه؟ الخطوبه ديال لا بصح. جاو يرشموا. جاو ماني دار شي حاجه يرشموا. يعني ما كانش شي هضره يرشموا صافي. يعني انت دابا السيد جا في الشهر العام اللي فات. جا في شهر 10. جا في شهر 10 يشوفني يشوفني ويشوفني. شافك؟ السيد جلس شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وشهر 3 هو جالس عند اختو. هي كيشوف فيك وصلى على النبي. يعني السيد لا كان خدام راني نشتغل في هذه المده كامل جالس عند اختو كاني ما ساكنه فيه. ولا عنده شركه ولا عنده شركه كيسيرها من البعيد ولا عنده مشارع مقابلوا له شي واحد ولا عنده الغنم ولا عنده المعيز ولا احنا هي جلس عند اختو صافي ولا كان تجارته كيسيرها هو؟ لا 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 ما عنده حتى شي حاجه. متقنه؟ لا ما عندوش. يعني انا في الاول فاش يعني انا ما كنتش نتلاقى بينات معايا التليفون ما كنتش نتلاقى ما والو. يعني فاش بقيت تنهضر ما تنهضر ما كنتو دابا بزاف انت جالس انا عند خطيب في يوم زاد تابعك العاب تابعين في الحوايج. قال لي انا اصلا با اللي تيصرف عليا وانا با اللي هازني وبا يقوم بيا وبيك. با يقوم بك وبيه؟ انت قلتي له با ما يقوم بيا ما يقوم بيك. بغيتك انت تقوم بيا. قلت له شوف انا باغياك انت ما باغياش انا باك. باغياك انت اللي تخدم عليا وتصرف عليا انت ماشي باك. باك شحال قدو يصرف عليا وعليا؟ راه ما يمكنش. راه ما يمكنش. راه انت اللي خرجت تصرف. كما مثلا ها انا مشيت وما تفاهمتش كاع انا ومالين داركم وبغيت نخرج نكري فين نخرج؟ قلت له حنين الزنقه هذيك الساعه راه ما يمكنش. نيشان ما قلتي عباد انت. وانا اصلا كنت غادي نغامر ماشي قلت ماشي مشكل الراجل ما تيتعبش. يعني شويه من عندهم نقادو. ولكن قال واحد الكلمه في حق والدي انا ما عجبنيش. في حق والديه هو ولا والديك؟ والديه هو يعني هو قال لي سنتي انا واخا نديك ولا امي وبا قالوا شي حاجه في حقك انتيا انا نعاير امي وبا على ودك انتي. انا ما عجبنيش الحال. ما عجبنيش الحال. ما عجبنيش الحال. يعني هذا السيد يعني السيد مو باه ما احترمهمش ودارهم عليا انا. يعني تا امي وبا ما غاديش يحترمهم. ما يحترمكش انت؟ ولا لا انا على امي وبا ندير اي حاجه على امي وبا. نيشان ما عجبنيش الحال. قلت له ولد الناس حد هنا سالينا الله يعاونك. قلت له تا امك وباك ضحاو معاك ما خلاو ما داروا معاك.
وقال لك عادي خدموا عليه الدياس وكاينه صافي ماشي مشكل هذا سالات الحفله ديالو ما عندهم مشكل. سالات الحفله ديالو. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم امين. شوف اللي فيها الخير مرحبا. وي نيشان تبارك الله عليك. دابا انت الراجل كي بغيتي يكون غير كاري معليش. انا ماشي مشكل يكون غير خدام يكون كاري يكون راهن مع والدين دارهم ماشي مشكل انا ما بغيتش نسكن في العربي. يعني دابا راه اخبارك اختي الصرار ما غيعيط لا راجل لا محزان وراه حبسناهم هذه القضيه يعني. لا ماشي مشكل انا بداك من بدري احنا لا احنا ما غيعيطوا صافي حبسناه ما غادي يبقى يعيطوا الرجال ولكن الا كان شي راجل هو امه ولا هو اخته يعيط مرحبا بهم. ماشي مشكل مرحبا والله يا ليات من عندك ثمن وعسل. وفرماج وكرواسون. الله يسهل عليك. تبارك الله على اختي مرحبا عطيها الف عال. شكرا الله يسهل عليك. مرحبا بك. الله يبارك فيك ربي يخليك شكرا السلام عليك. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم عزيز العبودي. وي لاباس عليك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله اختي بارك الله فيك. انا خويا عافاك سميتي دنيا. وي من نواحي ديال الصفرون. وي انسانة مطلقة. نعم. عمري 40 عام. اللهم بارك. عندي وليد في عمره 18 عام. بغيت شي سيد يحترمني ونحترمه ويكون متدين ويكون بشي وظيفة إن شاء الله ولا تقاعد يكون ما بين 45 حتى 50. وولدك عايش معاك؟ عايش معايا مع والديا. ماشي معاك أنت بعد فاش تزوجي غيبقى معاهم؟ غيبقى معاهم. هو حاليا هو دابا راه توظف. اللهم بارك وزيد في ذلك. الله يبارك فيك الله يسهل امرك. واخا اختي راجل ايه كملي. وبغيت تكون المدينه ما بعيداش علينا بزاف حنايا تكون قريبه علينا ما تكونش بعيده بزاف. اين مدينه فين انت؟ انا من نواحي الصفرون. دابا راجل متدين وموظف ومعقول ويحترمك وتحترميه والمدينه قريبه منكم. قريبه مننا هذا واخا نرسمو ما غاديش يطلع اختي. شتي الرسمو الرسمو هانت يسمعي نقول لك واحد السؤال الاول علاش بغيتيه قريب من المدينه ديالكم؟ حيت انا ما نقدرش نعيش في شي بلاصه بعيده في شي منطقه بعيده. انت حوته غادي تخرجي من ما تموتي. دابا علاش ياك ولدك توظف والديك تقار وفيما داك راجلك دابا ما طلق. هذا هو المشكل اللي ما كتفهموش نتوما. هو هذا المشكل. لا مشكل قال لك نمشي اسمح لي بزاف خسر الراجل. اسمعي اسمعي اختي هذه اسمعي نصيحه ما تدي ما تخسر ما والو. الراجل اللي غادي يديك من حقه يديك للمدينه فين خدام هو وفين كيصور طرف الخبزه ماشي غادي تفرضي عليه يجي يجلس حداك. لاش لاش لا ماشي يجي يجلس حدايا غير تكون زعما مدينه فاهم. الله يجعله ما يكون الله يجعله ما يكون حتى في الداخله. سميتو راجلك راك راه اصلا سميتو زماني تايا معاك زمان نتوما خصكم انا نقول لك علاش باش هي شويه تقنطي. انا مشيت عند ماما انت صغيره عندك 40 راه جوج دراهم راه كيوازنه. انا مشي عند خالتي مشي عند صحاباتي تا راه مجوجه صافي راجلك مره مره يطلعك وهذا شوفوا كبير داكشي اللي كاين. او هاكاك باش تلا جا شي واحد قول توكلي على الله حيت انا ما غاديش يمكن لي ما عنديش جي بي اس ولا لوكاليزاسيون نقلب لك في المنطقه اللي تعيط لك هذا بلاتي بلاتي علاء داك السيد اللي كنطلب لنا شي وحده تكون مطلقه وعندها 40 عام اش من دوله هذاك؟ كندا هولندا هولندا. هذا باغي مراه عندها جوج عندها جوج دراهم 40 وتعيش معاه في هولندا. ما نقدرش صافي ديك الصراحه. اذان صلاه العشاء الله يتقبل منا ومنكم الدعاء او الصلاه او العباده. من بعد الصلاه او من بعد الاذان احنا معكم مباشره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله مرحبا. الله يبارك فيك. الله يكون في العوان. لاباس عليك اختي كون راك عيانه شويه. راه بزاف ماشي شويه. سميتك؟ سميتي بشرى. منين؟ من طنجه. مرحبا اختي بشرى. شحال في عمرك يا بشرى؟ عندي 35 سنه. اللهم بارك وزيد في ذلك. عمرك ما تزوجتي؟ لا لا سبق لي تزوجت. سبق لك؟ اه شحال جلستي في الجواز تبارك الله؟
بزاف شي 4 شهور وصافي. تريمستر 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 شديتي النتيجة. ايوا مكتاب وصافي. و 4 شهور كيفاش عاودي لي كيفاش 4 شهور شنو مالك والو باس؟ لا انا زوجت صغيرة غير بنت 16 سنة. والديك زوجوك 16 سنة؟ اه. هادو والديك؟ والدي كانوا عندو الفلوس؟ لا لا ما عندوش. لا شوية سخاو بيك وصافي. هو شحال كانت عنده في عمره؟ هو كانت في عمره شي كدا وثلاثين ما عقلتش بالضبط. 16 هو عنده 35 يعني النص بالنص. هذا واش والديك ما كيحملوكش؟ واش جاوبيني عار الله واش ما كيحملوكش والديك؟ ما عرفتش لا ما عرفت مكتاب وصافي. ودابا دابا شحال وانت مطلقة يعني 16 توجدتي على 16 على 16 و4 شهور طلقتي؟ اه. وشنو قالوا لك والديك؟ ما قالوا والو. شنو غايقولوا؟ دابا باقا جالسة معاهم؟ باقا وبخير معاك هما؟ الحمد لله. ودخلت عليكم بالله مجوجين البنت جايبين لها وقيلا من الشكاره ديال المدرسه حتى تولى الشكاره دراجله شوم والله الا عار عليكم كتزوجوا بناتكم صغار. هيا طلقت شنو استفدت؟ يلا وما جاش شي واحد يخطبك من موراهم؟ لا والو. في مره ما كتخرجيش؟ وقليل هكا غير مع الوالده مره مره صافي. واخا اختي واخا. ودابا الا عيط لك شي واحد من عندنا وقال لك بغيت نتزوجك شنو تقولي مالي ندار عيط للراديو؟ لا لقيتيه طايح وراه غتقولي لهم عيط للراديو شنو؟ لا عيط للراديو عادي ماشي مشكل. ايه باش نعرف واش تنديرو ماشي زعما راه حنا. واخا اختي بشرى واخا الله يسهل عليك شي ولد الناس اختي يا ربي. شكرا ربي يخليك. هاد الليله هادي الله يخطيك. مرحبا. السلام عليكم. السلام سي عزيز. لاباس عليك اختي؟ لاباس اخويا الله يسهل عليك. مرحبا بك. اسمك الله اختي؟ انا منيا بنت صفرا عمري 35 سنه مجوجه ومطلقه وعندي وليداتي راه معطاهم. الا بالك شي الا بغاني شي واحد تكون عنده حتى 60 عام. واخ منيا قالوا لنا جيتي للاذاعه. اه جيت للاذاعه. وشنو جيتي اليوم ولا فوقاش جيتي؟ جيت اليوم. جيتي بالنهار؟ جيت بالنهار غير ما عنديش فين غادي نبات تماك وما نجي لعندك راني بغيت نشوفك راك اكثر من خويا. وانت مشيتي ارتاحي في حالاتك انت عيطتي لنا بحال بحال. ديري راسك شتينا اكثر من خويا اكثر من الوالد ديالي راك رديتي فيا الروح وكنت عندي الاعصاب و وانت فاجئتي عليا ربي فاجئها عليك وعلى وليداتك وعلى وعلى الوالدين ديالك. ومازال بحال خوك ايه ولكن بحال الوالد ديالك انا راه صغر من هذا اللي بغيتي تتزوجي عنده 60 فهمتي انت راه باغا واحد عنده 60 انا راه صغر منه ب 10 سنين بحال الوالد ديالك. لا ما تجيش خوك خوك. السعد عرفتي علاش مشيت انا مالي ندير ما تيتعاملوش معايا وسنيتو بزاف د الحوايج انت حيتي فيا خويا وحيتي فيا با وحيتي فيا كل شيء. والله يفاجئها عليك اختي الله يفاجئها الله يفاجئها عليك يا ربي يفاجئها عليك وعلى وليداتك وعلى مالي الدار ديالك وعلى والديك. امين يا ربي تفاجئها عليك اختي وتعاملوا معاكم مالي الدار. الا بغى شي واحد حتى 60 عام حتى 50 عام ما عنديش انا الغرض. واخا اختي واخا ان شاء الله الله يسهل عليك الله يكون في عوان كل واحد والله يفاجئها على كل واحد اختي منيا. امين الله يرحم لك الوالدين الله يسهل عليك ما صعب. واخا اختي واخا الله يعطيها ما وعلاش ما تيتعاملوش معاكم مالي الدار؟ وسعت ولا قالك علاش نطلق والراجل تيقتلني بالعصا وبزاف د الحوايج. وكان تيضربك قالك جلسيه يضربك وما تجيش مطلقه ياكي؟ اه سعداتهم يا ودي الوالدين يا ودي. وياها سي عزيز الله يطول لك عمرك والله يخلي لك الوالدين وكل الدراري يسمحوا لي الله يسهل عليهم. واخا اختي واخا مسامح الله يسهل عليك. الا بغى شي واحد عمري 35 وبوحدي عايشة في فاكوري. اه واخا اختي واخا. خدامة في السلاحة وفين ما جاب الله. انت راجلة ما عندي ما نسالك. اه وما برافو عليك ما عندي ما نسالك. راكي تبارك الله عليك. ما جاب الله. برافو عليك والله الا برافو عليك.
هما العيالات، هما العيالات. الله يسهل عليك، هاد اللي نسمعوكم جو ونجا ان شاء الله. يا ربي فمك الله، النهار اللي نتزوج نجيب كادو للستوديو. لا احسن كادو هو تزوجي، والله ما محتاج لا كادو لا احسن كادو هو نسمعكم جوج اختي. ودوك الاصدقاء ديالي الله يطول لهم العمر. ايه واخا اختي الله يسهل عليك، قبلوني استقبال مزيان الله يطول لهم العمر. تستاهلي اختي، حنا هكا دايرين تنستقبلوا الناس ضرايفين حنا. الله يسهل عليك. شكرا اختي منى، شكرا الله يفاجئها عليك. شكرا يا اخويا، الصحه والعافيه. صباح الخير. هانتوما اخوتي كتسمعوا، مونيا عندها 35 سنه، مجوجه ومطلقه، عايشه بوحدها. وهاد عايشه بوحدها ما كناخذوهاش بديك المفهوم، راه عايشه بوحدها، راه لي فاسيل ماسيل سهله مهله وتجي. الو سي لابوبي، بقات فيا ديك السيده وبغيت نديها. الله يخليك، دوز هاني نتزوجها وانت راه ما باغي تزوجها، هي حساك لا بوحدها. خلينا من التطولانطيت التبانطيت، انا مزوق فيكم. ها جوجه جوجه الحلال، حلال رسول الله، حلالا طيبا. هيدي حيدوا ديك النظره ديال ان المراه المطلقه راه سهله، حيدوا ارمله ولا حكاش فات عليها التران ديك الهضره الخاويه، راها سهله، راه سهله باش تقول سهله، ولكن راه هي واعره. حيدوا راه هذه عيطات الراديو تجوج، كو بغات ديك الشيء ساهل كو كاع ما تعيط الراديو، دير ما بغات في الظلام ما جا فاحد. علاش ما كتفكروش هكا؟ علاش كتسمعوا مرا مطلقه وكتعيط لها وكتقول هذه راه ساهله دغيا دغيا ديالي هذه، وتا راه عيطت عيطت تجوج، كو بغات ما نعرف شنو دير ما تعيطش الراديو. شويه العقل، شويه ديال خدم، شويه ديال الذكاء، خدم شويه ديال الذكاء. عيطات الراديو قدام العالمين امام الملاء العظيم، قدر يسمع باها وامها اختها جيرانها، وتجي انت تقول هذه راه سهله مادام عيطات الراديو، عندك يحسبك راه شيطان. والراجل واسمعني من دابا ماشي تاع العشرة عاد نوصي، خذها بهذا المفهوم، لان تقدر اختك تكون مطلقه ومعيطه وما تبغيش لي تفلى عليها وتقول سهله، راه ما سهلاش هذيك، راه بنت الناس المطلقه الى تطلقوا ما يتوقعوش تعتبروهم ساهلين، راه غير مطلقه سهالت، راه عقلك اللي فيه السهوله ومكتوبه فيه بسهوله، عقلك ماشي عقلها هي. ردوا البال شي شويه الله يستر عليكم، اللي بغات شي حاجه كديرها بالستره ما غتشوفهاش انت، ماشي تجي تبان علينا واعر في الراديو انت يا ديب تحت القفه، الو لبوبي بغيت هذيك، تسمع هذه بوحدها، هذه مطلقه، هذه ميت لها الراجل وكتبندو هنا، انا راه بغيتها. شحال من واحد دارها، وكاينين الرجال عاوتاني اللي كيعيطوا معقولين كنعرفهم. كرزوا معايا الله يرحم لكم الوالدين، راكو بغينا نديروا هذا الشيء، كون راه فاتحين صفحه وكيشوفونا 12 مليون، حنا باغيين غير الحلال، تبعوا وحنا كنديروا الحرام، انتم الحلال وبغيتوا تخرجوا لنا في الحرام. يلا الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. الله يبارك فيك. سمك الله اختي. معك الهام من قلعه التراغنا. دخلت عليك بالله. وحق لا اله. شوف دابا شكون اللي يقول الهام تعيط لك من قلعه التراغنا مع 11 قلت ولد ولا ما شحال هذيك الساعه. ياك يا الله يعرف. عيطتي مع 11 الارب باش تزوجي. مع 11 الارب لا العريس يتم هارب. مرحبا، شنو قلتي لي الهام؟ وبقينا تكون مخطوبه وبديتي تخيري في خطابتي. لا با مخطوبه. ها؟ لا با مخطوبه واللي كنتخير. كتخيري ما مخطوباش وكتخيري، نقادو هاد المعادلة، هي ما مخطوباش فاش كتخيري؟ ما عرفتش. في الرجال. ايه. هما ما خاطبينكش وانت كتخيري فيهم. لا كيجيو ولكن ما فرزقش. ما فرزقش. كاينها في الاختي، دابا قلتي انت كتخيري يعني هادو كيجيو عندك للدار. أيه كيجيو يعني تيجيو يخطبوا. كيجيو كتمشي من مور الشرجم انت وخواتاتك ولا جيران جاراتك ياك، كديري الخاميه بصبعك وكتقولي لهم شي كيجاكم ياك أيه اللجنه ديال دو فويس انتوما.
احلام انت نجوى كرام. شوف هذا يدوز هذا ما يدوز صدروا له بالكرسي ياك تخيري فيهم شكون اللي يعجبكم وشكون وشحال من واحد تخيرتي بلا حساب بلا حساب كثار كثار وانت جالسه بلاش دابا أو قال صعب لا. وشنو نديرو دابا حنا نديرو الفال باش باش يكثروا وعلاش زعما كنتي شنو شكون اللي اختاريتي في هادو ما عجبكش شكون اللي اختاريتي فيهم؟ هو الصراحة ما اختاريت حتى واحد. كلهم ما فيهمش ما يدار كلهم ما عجبوك. ما فيهم ما يدار. هي انت اللي فيك ما يدار. اه. وشافوك هما. اه شافوني. كيجيو معاهم والديهم. اه. هما والديهم. وكيهضر مع الوالد. اه وما فيهم ما يدار ها هو الوالد كاين قاعد بخبار الوالد ديالك كتختار اوه عمي والتحميلي تتزوجي على البنات والرجاله مالهم اتزوجوا ايوا علاش لا خويا حنا نقعدوا بلاش شوفي الهام نعم دوزي لي الوالده نبرقك به دوزي لي وزيري هو يشريها له هاد الليله ما يباتش ناعس ناري السلام عليكم السلام عليكم الواليد وكي داير اخويا بخير الحمد لله الواليد وانت ما كان دعم معنا نتزوجوا انت تتزوجي على البنات ولا بغيتي تتزوج انت ايوا ولا لا شرحت اربعه وفين هي الاولى بعده هي حدايا دوزها لي وي ولا مشيتني على حسابك انا الليله ما بغيتك تبات راقد ودي راه بغيتينا نداربوا وانت اللي جابت البلا يلا سيدي ها هي دوزي الو السلام عليكم واش شريفية؟ نعم شريف وسماك الله أمينة وأمينة نوضي توقف الراجل اللي راه باغي يتزوج وانت حالة فمك واش شتي؟ هاني صافني مغندفة وقيلة مغندفة تشوفي إلا كنتي مرا ونص الليلة ما يتعشاش ويلي غادي يبات برا ناري قفرها الصقع غيبات برا الليلة يبات برا التوانس هو موكا وهيلي بغينا نزوجو الدرية صدقنا في البوك واش هو دابا الطيران حنا بغينا نزوجو الدرية صدق هو كينقص هشومة كاع ناري قصرها صقع ناري ما يتعشاش الليلة قدامين والو تقول وبات برا هذاك الشيء اللي كاين والله يخليكم لبعضياتكم وبنتكم ان شاء الله تزوج يا ربي في القارب العاجل هذه العائلة اللي كتعجبني انا هي هذه العائلة بصح انا كنتصنتو لك ديما هاد البرنامج ديما متبعينه والله الا حنا كاينين الباديه كنخرجوا برا ونتصنتو ونتعشاو برا باش نتصنتو الله 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 على جليسه في الباديه وتعشى برا الله 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 والله القسم الا جالسين برا واحد الجلسه زوينه الله يزين ايام والقمره الدنيا زوينه جي عندنا شي مره جي تلعبوا بين مرحبا ان شاء الله الله يحفظك خالتي الله يحفظك خالتي لهنا خدتك ان شاء الله نجي ان شاء الله ودير شوف دير لينا السيفه اللي يكون نيت سرغيني وزين لبنتي مرحبا باش في العرس نعرضوا عليك جي عندنا والعلوه اديه شوف انا مشارط الا بغيتي ندير لك العلوه وقف حيح تعرفين احنا ساغنا نشربوا المقراز ونجيبوا شويه اسي محمد من ليا العلوه الله يخليك دير له العلوه سيدي دير له راه يشرب الماء طايب هذا وانا نشربوا طايب وبارد انا ما كان متخيرش سيدي رحال اي ودبويا رحال انا ودبويا رحال واخ هاك هاك عمي والله حبيت سيدي امين امين مرحبا بيك ربي يخليك سميتك اختي سميتني فتيحة الله يفتح عليك بيبان الخير امين منين انا من قلعة الساغل انا جيت بغيت نتزوج على يدك انا ما نبغي نتزوج على رجلك الله مصلح قلت لي اخويا العبوبي الله يحفظك يا فتيحة ما تزوجتيش واه ما تزوجتش اخويا بغينا نتزوجوا على يدك راه كيجيو لنا الخطاب ولكن بغينا نتزوجوا على يدك يا لك يجيوك الخطاب تزوجي على يدي ولا لا بغينا نتزوجك اللي كيصدق دابا هذا الخطاب اللي كيجيو مالهم ما بغيتيش تزوجيهم ولا انا بغيت نتزوج على يدك في الاول ما صدق لي بغيت نتزوج على يدك ماشي صدق والله ما قالو خويا عزيز ما فهمتش كيفاش تتزوجي على يدي انا ما فهمتهاش ما فهمتيهاش لا ايوا انا قبل الله شي ولد الناس خلى هذاك على يدك وانت دابا تيجي وكنت تشوفيهم بعينك وكتهضري معاهم وهذا خليك دابا من يدي
شوفي انت يدك. لا 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 بغينا جوازك تحسن. صلى على النبي. صلى عليه وسلم. شحال من خطيب جاك؟ وجاوني جاوني ولكن داكشي كله كل مره كيجي. كيفاش بحالاش؟ عاودي لي عاودي لي. هو مره كيجي عدو المراه، مره كيجي عدو سميتو. وانا بغيت شي انسان اللي يكون داك سميتو يكون عنده مشاكل مع عدو حاجه. بغيتيه واجد؟ هو ما كرهناش ودي اخويا عزيز. وكشكون وريني شي واحد ما عندوش المشاكل في الحياه. ما كاينش كيما الدنيا كل عندها المشاكل، ولكن بغيتي شي حاجه اللي شويه زاكي فيها العين. فيها العين؟ اعطي العين الراجل. ويجي شحال في عمرك فاتيحه؟ في عمري 39. وبغيتي راجل عاطي العين؟ واللي يكون عنده ديك 40 45 43 يكون دقيق. المهم انا معدي السوق يكون مزيان ويخاف الله وصافي. وفاش يكون خدام؟ وفاش مكان راجل راجل. وفين تسكني معاه؟ وفين مكان؟ انا يكونش يكون سكنته وصافي. ما يكونش مع والديه. واش غنقول لك؟ وانت دابا فايته مجوجه. انا مطلقه. وهذاك علاش طلقتي منه؟ هو ما تقديناش اخويا عزيز. فاش ما تقديتوش؟ لا انا ما معاش، وكا انا عندي شي مشاكل اخرى، انا معاش وكايا وكا ما لاحقنيش. هو ما لاحقكش؟ ما لاحقكش طلقتي منه؟ ايوا اخويا انا ما قديتش على المشاكل. فاش نوليك المشاكل اللهم اللي سمعك على المشاكل تقولي انت هي انتي راجولي غيجبدوا لك المشاكل انت. دابا انت منين هضرتي معايا وانت على المشاكل اللي جابوا وهذا المشكل هذا انت ما تعرفيش تخرجي منه؟ اي والله الله يعمر بيه يجيب لي بيه الخير. ايه ودي فريد جا واحد وعجبك وهذا وناد لكم مشكل، شنو ديري؟ ايوا نطلبوا من الله، الله يستر من عنده. فكري شي شويه، طلبي من الله وفكري شي شويه بان انت واقيلا باينه شي شاطماطه. لا لا والله لا لا ما تكوني غير شاطماطه. والله لا 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 كون راك شاطماطه، كون راك شاطماطه. شتي انت هي دابا منين كديري هكا كون راك شاطماطه. واخويا عزيز. ايه الحلوى المعسله. انا الحلوى. مال الحلوى؟ قلت لك انا الحلوى المعسله. انت الحلوى المعسله؟ كون كنتي حلوى معسله غطلقك. ايوا اخويا عزيز. لا شوفي شوفي الله اللي مطالع. شوفي نقول لك واحد القضيه اختي فاتيحه. المشكل ما حدك في الحياه غادي يكون صافي وضروري. واسمعيني 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 فتيحة. المشاكل في الحياه ما حدنا حيين وهما كاينين. ما كاينش ما يمكنش ما يكونش المشكل. ما اي واحد في هذا العالم ما خطيه مشكلته، ولكن المشكله فاش تكون مراه وراجل كيحلوها بالعقل ماشي بالدبويز وبالمعايره. وجبتك من هنا وانت كنتي هنا وانت درتي هنا وانت ما فيدكش وانا غير نقدتك من الحياه. المهم الحياه فيها المشاكل، ولكن انت مع راجلك تجاوزوا المشكل، داك المشكل اللي بينك وبينه تجاوزوه. ما بحال دابا طرا ما تبقاوش قابطين فيه اليوم وغدا، وتفطروا به وتغداو به وتعشاو به وتنعسوا به وتفيقوا به وتمشيو به وتجيو به. كاين شي مشاكل تتجاوز. ما دام ربي كيتجاوز علينا حنا عباده، هو رب الكون ورب رب العرش العظيم كيتجاوز علينا. الا وقع واحد المشكل بيناتنا نتجاوزوه، فهمتي؟ نحيدوه، فهمتي؟ نحيدوا المشكل ماشي نحيدوا العلاقه، ماشي نبقاو حنا غاينو هاد المشكل ونكونوا واجدين له. دابا انت بغيتي راجل واجد ما يديرش معاك المشكل، ما يمكنش ما يمكنش. غادي يجي غادي يجي راجل كيما بغى يكون نوعو ويكون تيعجبك وتولي كتحماقي عليه وبزينو بفلوسه وغيوقع معاه مشكل، طلقي عاوتاني وتنوضي تزوجي وحدك وانت لعيب كل خطره تمشي القنت. لا لا خويا لا الله يعمر ربي يحفظ. لا تطلب معنا خويا العبو بدا معنا باش ندعي معاك. الله يعمر ربي يسر لينا في امورنا في امور الناس كلهم. والله يعطيك شي نقرا فيني غبر نحاسك. امين. وفي عرسك يغنيو لك واتاها واتاها والله الا واتاها. ربي يخليك. دير لها الفال. يا الو. الو. السلام عليكم. كم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. سميتك اختي؟ سميتي سلمى من الدار البيضاء. واخا مرحبا.
هو غير صدفة حتى تحت في البرنامج. عمرك ما سمعتيش؟ سمعتيها أول مرة؟ أول مرة غنسمعو اليوم. قلت نديرو مدينة اف ام نسمعو شي شوية ديال الطرب المغربي تحت في البرنامج. وقلت مهم عجبتني الفكرة. هو البرنامج يهضر على الناس اللي باغيين يتزوجوا، ولكن ما تيهضرش على الناس اللي مزوجين وعندهم المشاكل. ولا أختي، ولكن اكسبسيون الا كانت شي حاجه ندوزوها لك باش غير ما هاد الماما حنا كان هي تنجوجو اللي عيطات تجوج كنجوجوها. تفضلي اختي تفضلي تفضلي، ولكن باختصار الله يستر عليك اختي. باختصار انا تزوجت هادي في 2013. السيد اللي اختاريته كان كيبان ليا كوريكت، يعني واخا كنت كنستفزو هادي ما كانش كيدير دي رياكسيون اغريسيف بون، بحال تقول درستو ولقيت بانه انسان صالح، يعني عمر ما يقدر يأذيك. الوغ تقريبا من 2019 وما كاينش حياه زوجيه. التواصل بيناتنا يعني في الستريكت مينيموم ديال انا جبت هادي ولا جيب هادي ولا لو ستريكت مينيموم. دونك من 2019 دابا 2023 انا صراحه ما عرفتش راشي واش مزوجه ولا ما مزوجاش، شنو لو ستاتيو ديالي ما عرفتش. ما تيدويش، يعني هو ما بينش ليه راه كاين مشكل وخاصي تحل المشكل. ما كاينش تواصل لكاع المحاولات اللي كانوا قبل كنت انا اللي كنديرهم وما كناش كنوصل شي حاجه دغيا تيتنيرفا. ودابا داير الشومبر ديالو تياكل في بيته، يدخل الكوزينه يهز الطياب يدخلوا لبيته، ياكل في بيته يخدم في بيته، يدخل ويخرج بالساروت من بيته. عندي بنيته معاه عندها 8 سنين وما فهمتش. كتخدمي انت خدامه؟ انت خدامه؟ خدامه بوظيفه تيب بفلوسي مستقله، مستقله عليه من جميع الجوانب. واخا نسولك واحد السؤال اختي، دابا دابا من خلال هضرتك انت ديفو منه هو انا ما عرفتش ضروري غيكون عندي انا واحد النسبه. ماشي النسبه اختي، اكثر من النسبه. سمعيني اختي الا بغيتي تسمعي لي نصيحتي، شحال في عمرك انت؟ انا في عمري 42. مزيان. هو 43. مزيان. نسولك دابا مثلا فاش تبغي انت عندك البيرمي؟ عندي بيرمي بطوموبيل. لا لا انا هي البيرمي نهار جيتي تدوزي. ضربتي بزاف د الحساب، حفظتي الكود وعندك بشويه وكتهضري كتسمعي للمدرب ياكي؟ اييه. مزيان. انا غادي نديرك بحال غادي تعاودي تدوزي البيرمي من الاول، لو كان يعيطوا لك تعاودي البيرمي من الاول. شنو غادي ديري؟ يقول لك البيرمي راه ما بقاش، تعاودي لنا من الاول، شنو غاديري؟ غنمشي نراجع. وراجعي حسابك مع راسك انت بعدا الاولى، شوفي شنو الحاجه اللي نقصت منك واللي نقصت فيك، شنو هما الحوايج اللي ما بقيتيش كديري وكنتي كديريهم. راجعي راسك هو الاول، هو الاول. نسيري للمرايه، جلسي بوحدك فكري شنو هو المشكل بعدا من عندك انت الاولى. راجعي شنو هو المشكل اللي نقص منك، شنو الحاجات اللي ما بقات من 2019 حتى لدابا 4 سنين، شنو هي الحاجه اللي فرطتي فيها انت، شنو هو لو مونك اللي خليتي فيها. ديك الساعات فاش تلقاي ديك الديفويات اللي فيك انت عاد راجعي هو وجلسوا الطبل على ديك البنيه اللي عندها 8 سنين وجلسوا، حيت هو الا انت اعترفتي بخطاك لراسك ماشي ليه هو، اوتوماتيكمون غادي تولي الحياه عندك زوينه بالنسبه ليك معاه واخا ما تقوليهالوش. الو راجعي حساباتك انت كما غادي ديري راسك، غادي تراجعي الكود مال الاول، هذاك هو البيرمي ديالك وهذاك هو الكود ديالك وراجلك هو الاول. الى غضب الله وعلم شنو عنده الله وعلم، حتى قط ما كيهرب من دار العرس. شوفي شنو عندك انت تغير، شوفي انت حيت انت اللي هضرتي معايا، كون كان هضر معايا هو غنقول له نفس البلانه. الو شوفي انت شنو عندك، شنو هو الديفو اللي عندك الاول ياك، حيت الا راجعنا راسنا اختي
راك نلقاو بان فينا ديفويات مع والدينا ماشي مع ولادنا ولا زواجنا، مع والدينا غلط مع ربي كاع. فاش تراجع راسك وكتبني علاقه جديده مع رب العالمين كتلقاك ما كنتيش تصلي، ما كنتيش تستغفر، ما كنتيش تذكر، ما كنتيش ما كنتيش ما كنتيش، وكتولي راجع راسك. الور هذاك راجلك سميتو، الحاجه اللي غنقول لك ما تفرطيش فيه، وشوفي شنو هو الديفو اللي فيك، وشنو هو لو مونك اللي فيك، وشنو نقص منك اللي هو بالنسبه للكازوج، شنو هي الحاجه. حيت لا بد غادي تلقاي واحد ثلاثه ولا اربعه ديفويات قلقوه منك، وغادي تحيديهم وغتولي مع راجلك طب دي طب، الا تقبلتي نصيحتي اختي. وانت عيطتي غير صدفه. مرحبا، انا عندي الاشكاليه هو ان نجلس معاه ونقول ليه غلطت هذه وهذه وهذه. لا لا، جلسي مع راسك. شوفي اختي، دابا انا راجل وكنهضر معاك بصفتي راجل، هي جلسي مع راسك قولي انا غلطت وغلطت وغلطت، وجمعي الاغلاط ديالك وديريهم في بابي كادو وديهم له، انا مزاوك فيك جربيها وردي عليا. دابا انا كنهضر معاك اوطون كو انا راجل، صافي نجمعهم ونديهم ليه؟ لا ما تديهم ليش، شرم ليهم، نوضي شرم. لا ما تديهمش ليه، سمح غندي. شوفي الكادو ديالك، هو الكادو ديالو هو انك تمشي عنده بلا ديفو، جمعي ديك الكادويات ديالك تمشي عنده قول له انا سيدي اسمح لي، ها فاش فرطت وها فاش فرطت وهذا، ماشي يعني باستقلاليه ماشي بعبوديه، فهمتيني؟ لا سيري عنده باستقلاليه، بمراه شخصيه ديالك ماشي ترغبيه بالمفهوم العام، ولكن تتعترفي بان بواحد الطريقه او باخرى، وصافي بحال اللي كتقربيه منك وتيقي بيا. غتعيط لي شي خطره انت وياه، فرحانين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله صافي، واعد واعد منك اختي. برومي نحاول صراحه. حيت انا عقلت على راسي، درنا واحد الجلسه وقلت ليه على ليتر، يعني انا قصرت في حقك وبحال الا ندمانا وسمح لي. انا سيت غلط، هذا غلط، هذا اللي درت. لا لا وطلبت لا لا اسمعي، نقول لك واحد القضيه. شوفي هذا غلط اللي درتي. احنا ما كنبغيوش رسائل زعما تجي مكتوبه لي انا حق غلط. الارض الواقع بيني لي شنو الغلط ديال، بينيه حركيا وعاطفيا و و و و ماشي اسمح لي انا جيت راه انا لا لا دي نسيها. بيني له سميتك سلمى ديال قبل من 2019، وهي اللي كانت تيبغي هو، تيجات كورونا ضرباتكم تلافه. ها كورونا كان عندها واحد انا عارف من مور 2019 24 ساعه 24 ساعه. عرفت شوفي دابا، شوفي اختي نقول لك واحد التطبيق لا براتيك. سيري بيني له بانك هذيك سلمى اللي كتقلب عليها هي جات بطريقه شنو كنتي، سيري قلبي. انا قلت لك رجعي في الاول، رجعي راسك سلمى قبل 2019 صافي ان شاء الله، وردي علينا. انا مزوق فيك، بغيت انا نسمع قصتك زوينه باذن الله تعالى، حيت باينه بنت الناس. وانت راجلك عرفتي علاش راجلك ولد الناس، وهذه تحسب ليه وضربيها بالحساب، حيت هي خدا الساروت وسد عليه، ما طلقك ما هاجر ما خوى مدينه، ضربي لها الحساب تاع هذه. راه جالس معاك في الدار ولو سد عليه في بيت، كون كان واحد اخر ما عرف شنو درتي له باش تقلق، كون راه جر وغاب ومشى وفرط وسمح، ما خدامش عليه انت. لا صافي، انت دابا البلان راه باين. صافي اختي سليمة، وهذا راه موضوع هي خارج على الموضوع ديالنا، ولكن لقينا ما نفكوه نفكوه، علاش لا. مرحبا، تبارك الله عليكم. شكرا شكرا سلمى، ونتمنى ان شاء الله الازواج يتفادوا هذا. هو راك ها اللي باغا تزوجي، انا باغا راجل يكون عنده شفار فيهم الكورندير، يرمش يضرب على الكورندير، وبغيت وجهه يكون فطح. الزواج ها هي فلوسها بطوموبيلتها وراجلها خدام وكلشي، وكاين مشاكل حساب الزواج، راه هو المصروف، هو البسطالون ودير الشوبينغ شوبينغ وداكشي. ها الزواج، ها المشاكل ديالو. ماذا بينا مره تعيط لنا شي وحده علاش طلقات، ولا ها شنو المشكل انا وراجلي، باش حتى هادو اللي غيتزوجوا يعرفوا على من داخلين، يحسب لهم الزواج غير كله الله اعلم. ها ايوا الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا ونهار كبير. الله يبارك فيك، الله يكبر بك، كي داير؟ انت بخير؟ الحمد لله والشكر لله اختي، بارك الله فيك، الله يحفظك.
اش كتعاود امورك على خير؟ عواشر مبروك. كنعاود لا كارت ناسيونال غندير فيها مسطي. لا لا راك بعقلك. معاكم بقى لي شي عقل انا معاكم. غديروا ان شاء الله من بعد. ما عندك ما ندير بيه دابا. تنجوزكم ان شاء الله. سميتك اختي؟ داكشي اللي كاين كريمه. منين؟ سوق السبت. سوق السبت ولاد النمه تبارك الله عليكم نهار كبير. الله يبارك فيك اخويا. اللي بغى يعرف سوق السبت ولاد النمه راه جات جيت بني ملال قسم التادلال في قيبن صالح ولكن قريب لبني ملال بزاف. ما بين يعني في قيبن صالح وولاد عياد. ولاد عياد وولاد يوسف وافورار ديك المنطقه الجميله جدا. واخا كريمه شحال في عمرك؟ 37. او ياك يا والو بس مالك غديماري 37 راس جي سي با مال. ايوا الحمد لله. الله يكبرنا على طاعه الله. كتخدمي عا جالسه؟ لا اخويا غير جالسه. طرافي في الدار ماشي في برا. طرافي في الدار مزوجه شي خطره ما بقيتيش؟ لا مازال. بقى على الله. ايوا نتمنى والله. ما كاينش العواطف خدامه المشاعر الاحاسيس كلشي خدام خصال. لا زعما شي واحد اللي العواطف ديالك تحركو من جهتي تطلقي له لا تقفي مثل المسمار ديك الاغاني ديال اني خيرت كيف اختاري وعاوتاني يطلق لك. لا خويا عزيز باش نجيك انا من لاصه من الاخر انا راه مكفوفه حتى انا يعني عندي مرا ونص. والله يساء ما نقولش مرا ونص. شوف نقول واخا مكفوفه عندها الامل والله حادقه انيقه ما نقولش لك. وانتوما شوف نقول لك واحد القضيه اللي كنشقى انا كيبقى بنادم كله مصدوم فيا حق لا اله الا الله. عندك البصيره يعني شوفي شوفي الحمد لله. شوف نقول لك واحد القضيه اختي كريمه حنا اللي ما كنشوفوش ماشي انتوما. الحمد لله وحق الله حنا اللي ما كنشوفوش الحقيقه حنا اللي كنشوفوا الظلم ونسكتوا حنا اللي كنشوفوا صله الرحم تقطعات ونسكتوا يدير ما كنشوفوش حنا اللي كنشوفوا شي حوايج قدام عينينا كيديروا وما تنش ما كنشوفوش حنا ما كنشوفوش حنا هما شي انت انا عرفتي شنو السميه ديالكم انتوما ذوي الهمام راه كنسمعك كنتبعك. انا ضد شي واحد يقول لكم انتم معاقين ما كاين لا اعاقه ولا محزان. انتي الا كنتي حادقه الا كنتي حادقه راه كديري شي حاجه اللي ما كديرهاش اللي كتشوف وتمشي بزاف ديال الامور. اكزاكتومون والله خويا عزيز شو اكزاكتومون لو كان دابا قريتي واقيلا شي شويه كريمه واه فين وصلتي في القرايه؟ قريت فاش كنت كنشوف اما دابا كنتي كتشوفي على شنو وقع لك؟ انا كان ضرباتني واحد بنت اختي بارات الحديد ماشي قاز زميل ماشي قصاتك كان لاعبين وضرباتك بارات الحديد. لا ماشي كنا لاعبين كنا خارجين وصافي عفطات عليها هي وانا موراها وطلعت لي انا في عيني نيشان والعين الاخرى طحت على كرسي كان واحد الجار ديالنا محيح في الدرب سكران وخارجه كنجري وصافي طحت على رجلي تاع الكرسي وضربتني في عيني. وخذي ما عطاك الله اختي يعني وما كاينش ما كاينش امل في العيش. انا ما عمرني ما حسيت بالنقص نهائيا. لا واش ما كاينش امل في العيش فاش يرجعوا لك عينيك؟ انا ما بغيت انا اقتنعت يعني كانت غتكون عمليات وهذه ولكن كانت كتطلب بزاف دابا ديجا با مال اختي كريمه الحمد لله. على كل حال ارانا اللي خلاقهم ساكن ما تيشوفوش راه ما كيعرفوش اللون الزراق اللون الخضار اللون الابيض. انت تبارك الله ديجا شتي الالوان وديجا شتي الناس ديجا شتي كل حاجه شنو هي والناس اللي خلاقهم ما كيشوفوش مساكن شتي والله. شوف المهم لله ما اخذ ولله ما اعطى. والله خويا عزيز فاش كانت تضرب قسما بالله اول كلمه كتخرج من فمي كنقول الله اكبر. زعما انا مقتنعه 100% بالقدر ديال الله لان حتى حاجه ما دايمه في هاد الدنيا يعني عطاك الله شي حاجه ولا حيدها لك يعني راه عارف اشنو وربي فاش كيحيد لك حاجه كيعوضك بحوايج اخرى. سبحان الله اللهم لك الحمد. والله انا في دارنا انا بهز الدار كلها من تخمالها من تياطه ما نقولش لك. زعما إذا كنت في الدار الوالدة كتقول لي راه إلا مشيتي عليا أنت راه مشي عليا كلشي أنت هي الكنز ديالي أنت هي كلشي فيك يعني الحمد لله العقل. شوف أختي كريمة أختي تبارك الله عليك والله ما عندي ما نسالك نتمنى لك شي عريس إن شاء الله تفرحينا به قريبا.
يا ربي امين. والله في الامل في الله كبير، ما عمري ما تشائمت كنقول لا راه ما غاديش نتزوج ولا ما عمري ما كان عندي هذا الفكر كاع نهائيا. والله الا ديما الامل في الله، ديما كنقول الوالده شوفي راه غنتزوج ولد احسن وليده تربيهم احسن تربيه وغتكوني فرحانه بيا. تبارك الله عليك، ما عندي ما نسالك، ما عندي ما نسالك كريم. ايوا دير لنا شي سال دابا. تبارك الله عليك، الله يحفظك، الله يعطيك مبروك. سمعي النقافه، تسمعي سمعي انا كنسمع هادو راه مباشره من مورايا. اه راني سمعتي كدوي معاهم. السلام عليكم. يا عزيز لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. لا 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 خطيك لاباس عليا. الله لا لا خطيك لاباس عليا. وانت لاباس عليك؟ الحمد لله. معك هاجر من الرباط. هاجر من الرباط، شحال في عمرك اختي هاجر؟ عندي 40 سنة. شيدي خلي لي الربعينات عاك تشير. واش هاد لاج ديال 40 هو اللي هو الزواج؟ بنادم خمر وختر. قولي لي مجوجه فايته، مخطوبه فايته، هاضرين فيك فايته، باغيه فايته، باغيينك فايته، بغيتي وكرهتي، كرهتي وبغيتي. ها أه؟ لفيتي مزوجه وتوفي على راسك. الله يرحمه يا رب العالمين، الله يرحمه يا رب العالمين. الله خلي لك شي وليدات. لا ما عنديش وليدات. مات شحال هذه باش مات؟ 36 داك. الله يرحمه مسكين، الله يرحمه. فاش كانت عندك 37؟ اه صبرتي 3 سنين عاد بغيتي تتزوجي؟ اه ضروري. اه باقي هو في قلبك انت ما عرفتي يا لا؟ اه ضروري، يعني الراجل الاول ما كيتنساش. انا جيت باش نكمل الحياه. ايه نيشان نيشان، تكملي الحياه. هو درتي له اونفوي وانت تكملي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هذا الراجل اللي بغيتي يكون ان شاء الله. يا ربي يزعمو عليك. هذا الراجل شحال تكون في عمره ان شاء الله؟ 50 عام. 50 عام تحت، انتوا مالين 50. ها هي امراه ارمله بغات تجوج من حقها حق مشروع جدا. نيشان وتسكني انت دابا ساكنه بوحدك ولا مع والديك؟ لا بوحدي، عندي داري بوحدي وخدام. همزه 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 همزه، هذه راه عندها دار بوحدها. دابا الراجل فاش يجي فاش يجي يسكن معاك معليش؟ شيدي 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 الرباط 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 الرباط. اه دابا خصو يكون معاك لان انت تخدمي. اه ما يمكنش بحال دابا يعيطك شي واحد يقول لك بغيتك تسكني معايا في فاس، ما تبغيش. لا هو جي يسكن معاك. مرحبا شيدي شيدي شيدي. اه شنو ما كانت خدمتو ما عليهش؟ ماشي مشكل، ماشي مشكل. اه وتا يكون روتريتي كاع، المهم تيشد شي حاجه ديال روتريت لا تريد. ماشي مشكل. اه شيدي شيدي. اه ما عندهاش المشكل هي. الطوموبيل عندك ولا تكون عنده؟ لا الطوموبيل كتجي من بعيد. اه تتجي من بعيد، ولكن ما ديريش مع الاولاد، انت باغي تكملي حياتك. اه انت كانت حياتك حابسه، خص واحد اللي يكملها لك. ضروري. الله يرحمك يا روح، كي طلعت وجهه للتراب. واخا شنو قلتي لي سميتك؟ هاجر هاجر هاجر. من رب. تبقاي معنا عافاك اختي، شعل التليفون فاش عيط شي واحد، حتى انا عارفه ما غادي يعيط غادي يعيط. الله يستر عليك، ما طفيش التليفون انا مزوق لك في الماء. عافاك اختي، فاش نعيطوا لك الو هاجر رجاك مولاي السلطان هز عينك تشوف الزين. عيطين نلقاوك شعل التليفون. يعني. انت الدار عندك فوقي ولا سفلي باش نعرفوا الراجل حتى كان فيه بوز اللوم ما يجيش. فهمتيني؟ تروازيه تروازيه، ما انتم اخويا اللي مريض بسياتيك بوز اللوم مرجليك انسى انسى، راه تروازيه ميطاج وما كاينش سانس انسى. شوف تكون قاد طلع الدروج وتهبط القفيفة، راك عارف ها؟ عارف راسك على من داخل الدار شوكة؟ شوكة بالشمشة. هات الشمشة، فيتامين دي، فيتامين سي، فيتامين اش هاش هانتوما على واش بنادم يعرف على من داخل؟ كلهم بثلاثة ليطاشات ديالك؟
لا غندير غير نص صافي الله يسخر دير لي شي فال يكون زوين اخويا عاد واخا واخا كاين على سميتها يا الف هنيه وهنيه يا لالا الف هنيه وهنيه يا سيدي ماشي يا لالا هو اللي دخل على الهمزه شمن يا لالا يا سيدي ماريا وهي لالا يا الف هنيه وهنيه يا لالا عروسه بالعماريه يا لالا الف هنيه وهنيه يا سيدي الراجل طروازام طاج لالا ايوا الو 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 انا سعيد كيف لاباس شتي غوت شتي هضر بشويه الو انا كنهضر بشويه ولا بزاف لا بزاف الحمد لله لا هاكا مزيان سميتك مالك كامل تصوري نو حط مراكش ها مالك كامل تصوري من اي تورير اياه سعيد مرحبا مالكة وراه عندي واحد الشرط شنو عندك؟ عندي شرط الجواج هو اللي كاين يكون شي واحد عنده 70 الفوق 70 الفوق اييه وعلى انت شحال عندك؟ 52 وليش بغيتي 70 الفوق؟ لا انا ربط راجل كبير ولكن اذا كان شي قاوري يعني ولا شي واحد خداف برا قاوري اييه بغيت قاوري ضروري قاوري قاوري ضروري تعزي علاش؟ إوا بغيت أنا قاوري صافي ومن حقنا نعرفوا علاش أنت راكي معيطة لنا في الراديو ديالنا خصنا نعرفوا علاش إوا كون كنت بغيت شي حد هنايا في الداخل كون قال ما نبقى صنع الولاد 52 كوما كون كان بغاك شي واحد في الداخل كاع ما توصل 52 إوا هي والقاوري شنو غتقولي له كتعرفي أنت شي لغة كتهضري بيها؟ قولي لنا مثلا ها وانا هو القاوري بونجور بونجور صافا 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 انت في كوا تتزوجي مغربي تتزوجي مغربي قالك قاوري تتزوجي مغربي قالك بغيتو قاوري سبعين الفوق سبعين الفوق زعما يكون تا ينسى اللي درتيها ينساها لا ماشي هكاك انا عايشة بوحدي قاعدة هي بوحدي اه عليها تسطيتي حيت قلتها بوحدك اش نقول لك اش نقول لك ما عمرك ما تزوجتي لا ما تزوجتي ما عمرك ما تزوجتي لا لا مش عايزة قدرت الوالدين سيماك الله يرحمهم ما بقيت بوحدي دابا عايشة غير بوحدك اييه خويا عايش بوحدي بعيد عليا واحد شوية وانا بعدا كون راكي قاعده بوحدك اييه سعد دابا انا بغيت نعرف القاوري واش كتهضري بصح ولا مطلعاه عليا باش نناقشوه لا لا والله سيدي ما مطلعاه عليك السي عزيز واحد الله اول مره بعدا تنهضر انا بشي اذاعيه اه خذي مغربي اختي خذي مغربي احسن لك تكون عنده 52 56 كاين لا 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 ما كان فايت 68 70 لا 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 علاش بغيتي في هذا العمر 68 70 علاش؟ اش يلاه يقول لي بحالو بحالو ها؟ مهدن ايه التنك ودنا ما عافاك قربي التليفون لفمك ممكن نسمعوك عافاك كاين كون مهدن بحالي بحالو وخمسين ما يكونش مهدن لا وباش عرفتيه لا لا انا كنشوف قدامي 50 و 68 و 62 و 60 شنو تيديرو شتي يديرو ماني 68 ايوا كيكون شويه باقي شاده الفرونسون زعما انت خصك يكون سالا لا راه حيت انا مساليا الله يسعدك اختي الا عيط شي واحد عنده 70 مغربي نعيطو لك قاوري ما غيعيط لناش اختي يلاه سير سعد راهي بينا نهضرو معاكم ونبقاو معاكم الله يجزيك بخير بخير سانتي بخير عطات ونسمع الله يسهل عليك اختي الله يسهل 0535411 الو السلام عليكم وعليكم السلام لاباس عليك لاباس الحمد لله بخير سي العبوبي لاباس عليك الحمد لله الله يبارك فيك معك ملكة من أكادير معايا ملكة من أكادير مرحبا بلالة ملكة شكرا مرحبا أختي ملكة نهار كبير يا ملكة
الله يعطيك الخير. وتاتي الله يعطيك شي خير وشي زمان. شكرا على هذا البرنامج الزوين. الله يزين ليك بزاف. شكرا. بغيتك دير لي الفال عافاك. وما عطاك الله. ندير لك الفاله ندير اختي. قول لنا مالك شحال في عمرك؟ واش فايته مزوجه ومطلقه؟ واش عندك شي وليده؟ لا انا ما مزوجاش. ايوا في عمري 31 سنه. ايوا انا كنسكن في اكادير. ايوا وكنقلب على شي ولد الناس ان شاء الله. وليش كتقلبي عليه؟ خليه هو يقلب عليك. ها ياك ما قلب عليك حتى واحد. ما عمر شي واحد جا خطبك؟ شي واحد جا هضر معاك؟ خطبت شحال من مره ولكن ما كتبش. شحال من مره؟ شحال شحال من مره؟ شحال شي اربع د المرات. هادو جاو عندك لداركم ولا يهضروا فيك من برا؟ ايه اربعه بهم جاو للدار. ايه ايوا وكلهم ما عجبتيهمش ولا ما عجبوكش؟ ما عجبونيش. هما بربعة ما عجبوكش؟ ايه. شتيهم؟ شفتهم. فاش ما عجبوكش؟ في خدمتهم ولا في صورتهم ولا فاش؟ كل واحد فيه الديفو. كلهم فيهم الديفويات. يا يا ايه. ودابا هذا لا عيط لك شي واحد من عندنا حنايا وبغى يتزوجك تبغي؟ مرحبا. ايوا ما تشوفيهش هادو شتيهم ولقيتي فيهم الديفو هذا اللي عيطت لكم ما غتشوفيهش كديري له؟ ايوا كنتمنى شي واحد اللي ما فيهش الديفو. وكاين شي واحد في العالم ما فيهش الديفو؟ هادو ولكن هادو دابا بربعه بهم فيهم الديفو. هما ما قالوا لك فيك انت حتى ديفو؟ لا انا ما عندي حتى ديفو. تبارك الله تبارك الله. وما فيك حتى ديفو باقا ما تزوجتي لدابا. واخا هذا اللي كتقلبي عليه ما فيهش الديفو بحالاش؟ كي شحال في عمرو؟ شنو خدمته؟ تكون عنده 30 عام الفوق. انت 31 هو 30؟ 30 الفوق. اها سيدي شي 35 ولا 36. اها وتكون عنده شخصيه. شخصيه بيقد على المسؤوليه. اها ويكون كيصلي. زيدي صافي. كنت تصلي؟ ايه. انت تتصلي؟ ضروري. الله يتقبل يا رب العالمين. امين يا ربي. شكرا اخويا. الله يتقبل اختي. الله يعطيك الخير. اللهم امين اختي. ان شاء الله لا عيط لك شي واحد بهذه المواصفات خصوصا تكون عنده شخصيه نعيطوا لك. ايوا كنتمنى. اللي تمنيت سنة. يلا شكرا بزاف. مرحبا بلالة مالكة. مرحبا بختي. الله يعطيك الخير. شكرا. الله يحفظك اختي مالكة. عواشر مبروكه علينا وعليك. باش تمنيتي ان شاء الله؟ بغيت هاد العواشر هادو ما يدوزو حتى تتزوجوا. انا بغيتكم في العيد الكبير تغسلوا الدواره في ديال رجالكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير اخويا؟ خير لاباس عليك؟ الحمد لله. شويه مزيان الحمد لله. بغيت اخويا شي فلان ان شاء الله. واخا هنا ولا تديه اونبورتي ليبريتي. وشوفي تيك تي داخله على الفال قولي لنا غسميتك. هاد الفال قبطوه الرمي ويبقى يدور. فين هي هاد خيتي اللي عيط؟ قولي لنا سميتك. قولي لنا عمرك. يا واخا سميتي شهيده. عمري 48. اه عمري 48. وسميتك؟ سميتك سعيده. عايده سعيده من تونس. سعيده من تونس. عندك 48؟ 48. كره 48. ايه. عمرك ما تزوجتي؟ عمري ما تزوج. ايوا ايوا ما عند الله سامعه. ها ما عند الله ما عرفتش. ايوا راه من عند الله. انا شنو حسب انت اللي شفال من عندي يكون زوين ويكون الفال اللي يكون زوين ولا الراجل اللي بغيت اللي جاب الله تبارك الله. ودابا اختي تيحسبك اش جايه تشري مني الثوب انت؟ دابا قولي لنا فاش مزوجه؟ واش مطلقه؟ وشحال في عمرك بالضبط؟ واش ساكنه في الباديه ولا المدينه؟ لا عمري ما تزوج. بغيت المدينه ان شاء الله. ايوا بغيت شي راجل يكون لانتريت ان شاء الله. يكون عنده شي شنو يكون عنده؟ يكون لاباس عليه. راني دايزه عندي قبل. يكون لاباس عليه في صحته ولا في فلوسه؟ باش يسكنك في الفيلا. ايه علاه ما تزوجتيش حتى درتي 48 وبقيتي تابعه الفيلا؟ تبقيتي هي تما وحق الله.
والله الى 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 الهضره ديالك معقوله قسما بالله. تبعت ياك تبعتي الفيلات وقيل تبعت بالله بقيت هذا لا هذا لا هذا يا تبقي واشتي الفيوخ ما جا الخريم ها ها هو نفع قال لك اللي نفخ على الحليب كيشتاقوا وياه والله الا عندك الفق تتابع الفيلات انت فاز ولا طابلو كنت منا والحمد لله والله شوفي حتى حاجه ما مشات حتى حاجه ما فاتت يمكن ما مكتب لكش تجوجي في ذاك العمر ومكتب لك هذا العمر ودابا باقا باغا واحد لاباس عليه عنده الفيلا اه لاحظتك اللي كان عنده مصبغ اللي كان ياكي شحال تكون عنده من طوموبيل جوج ولا وحده؟ هذا ديالي وهذا ديالو جوج وراه كاين واحد في لافوار هذوك الطوموبيلات ديال الزادوحي وقد زاد حتى هاك يكون عندهم 10 هذوك 20 طوموبيل راه ما تزادحي هاشي نقول لك واحد القضيه هذا شتيه الفيلا والطوموبيلات هو كيكون هو 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 شخصيا كي داير يكون شعره كحل زعر شعره مكردد رطب عينيه خضر عينيه قويين طوير قصير سمر كي داير هو كيف ما كان؟ لا 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 غادي تشرطتي بالفيلا وجوج طوموبيلات غير ذكري حتى هو كيفاش؟ إلا عندك شي ممثل كيشبه له قولي لنا باش نشوفوا ها؟ الصورة الله تعالى وتبارك الصورة الله ما كتعبش شنو عنده هو؟ شنو يكون عنده في المتاع عما صورته واخا واخا هو يكون هو يكون عنده البينغا لاباس عليه ياكي هو أييه يكون تيشبه كما كوزان الله يلا كان كوزان زوج عليها ما تزوجتي شطاطه بقى تابعه الزين وبقى تابعه بعد واحد الهضره واللي كيشوفني راه كيعطيني غير 20 22 وحتى 16 كاع اللي كيشوفك انت اللي شافك انا فاش هضرتي حساب لي صبيه نقول لك فاش تكبري شنو تخرجي حساب لي عاد خرجتي من المدرسه قبيله فهمتيني انا فاش هضرتي هنا كنت نقول هذه علاش معيطه عندها 4 سنين انا دخت نقول كنت ندور في توفيق دوز لي الاطفال الطفلات لي مينور دوز لي انا المراهقات ويلي انت الصوت ديالك كاع بنادم يقول لك سيري تلعبي ما تقولش حتى لهالدرجه هذه لا جبال جبال اللي شافك يعطيك 16 عام الحبس واخا اختي سيري الله يسهل عليك هاد الليله يجي يدك شي واحد لاباس عليه غاد تدخلي عليه يجي السيزي هل واحد 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 تزوج قوريه تزوج قوريه عندها البقر شحال هادي هادشي ايوا ولدي مشى من لهنا مفرعين وكتافو هكا غادي يدير لاباس عرفت شنو هو البقر اه هولندا البقر هولندا البقرة الناشفة كتباع ب 15 المنيول اغا وصل تما جا نجول البقر ضرب البقر كله ورتها هي وجابها لنا عندها 76 اما طمعوش وطمعوا في الاخلاق وطمعوا في راجل وطمعوا في ولد الناس وانتم ما تطمعوش في الحيوط وتطمعوا في الموتورات ديال الطوموبيلات والبلاكه والماركه الو السلام عليكم سلامة الله دير خويا العبوب من الحامدين شاكرين اختي يعني صحيحه كنت مزيان صافا الله يبارك فيك لاله الله يحفظك خويا بغيت ندير رسال لمن ليا علاش تزوج واش ديري بيه هوي عليك ندير بيه تزوجين ايه على ما عمرك ما تزوجتي لا خويا هاكاك هاكاك منين انت؟ من كازا وسميتك؟ حسنة وشحال في عمرك؟ 43 عام عمرك ما تزوجتي؟ لا خويا ما كان لا بغو ولا شي واحد خطبها ولا ما كان حد خطبو ولكن كتاب ديال ولد عمي ما عمر شي واحد غلط في النمرة وعيط قال لك لكن اخويا كيتفلى وما كيش معقول شحال واحد تفلى؟ في جوج وكي درتي خديتيهم تفلاو؟ وكنشوفهم ما باغيين المعقول صافي كنبلوكو وكي درتي عرفتي نهار الاول بغاو المعقول؟
معقول خويا كنا لا دابا فاش دابا غلطوا في النمره قلتي ياك اه وعيطوا لك يس كاين واحد دابا اللي كنبغي تدير لي الفاد باش نجمع انا وياك حتى كان مكتوب هو دابا حاليا دابا كاين واحد غلط في النمره وتشد انا مغلطش في النمره تبعني في الطريق غادي للخدمه اه تبعني في الطريق غادي للخدمه كنتي غادي للخدمه وبقى تابعك عاودي لي هاد لافين نشوف واش باغي المعقول هذا انا نعرف عاودي لي دابا انا غادي للخدمه مع 7 الصباح 8 10 معايا لا جايه من الخدمه جايه من الخدمه مع 6 د العشيه اييه مع 6 حيدي لي كيت عافاك حيدي لي كيت لا حيدان حيدي الهوب بارلور حيدان هو راه ما كنسمعكش مزيان بحال كتهضري معايا بزلافه يلا زيدي قربي التليفون لفمك قربي جايه من الخدمه كان إيه. كان بدا يظلم الحال ولا لا لا بابا لا في هاد الايامات ما ظلمش الحال من مر رمضان هاد الشيء لا قبل رمضان قبل رمضان اه زيدي ايوا وقف بالطوموبيلتو كي يخطب انت بالطوموبيلتو وشنو شنو قال لك؟ يعطينا النمره ديالك بغيت نتعرف عليك صافي عطيتو النمره في البلاصه بيني وبينك دابا كو كان على رجليه الثقي تعطيه النمره ولا كان معقول اللي سمعتي على مال الطوموبيل باش عرفتيه معقول ولا خويا عطيتي النمره معقول حيت عنده الطوموبيل لا دابا غير جاوبيني لا علاش زربتي على هذا عطيتيه حيت عنده الطوموبيل قلتي له ها انت نمرتي واخا عيط لك من بعد اييه عيط لي ودخل عندي الواتساب وقال لي بغيت معقول قال كوكو باقي ما عمرنا تلاقينا انت باغا تلاقاي لا بغيت تلقى معنا بغيت تجي للدار ما نتلقاش وكيفاش بغيتيه يجي للدار وانت كتهضري معاه في الواتساب وعطيه بزاف د الوقت لا ما عرفت ماشي بزاف ما كنهضروش بزاف مره بغيت دير لي الفار عرفتي شحال وانا كنعيط لك راه كامل دابا نسولك سامع امين دابا انا كنصوني داك الوير واخا واخا نسولك بديتي تتبغيه شويه وكتهضروا شويه شويه وبديتي تبغيه اه شحال كتهضروا في النهار قسم لا الاوديوات مرة كيصيفطيها ما كنصيفطش ليها وكيصيفط لك كوكو بيبي لا وبديت وهو حتى هو بدا يبغيك ايه قالها لك ايه ايه وانت خصني ندير لكم انا انا كنصوني ليك دابا خليك من الصونيط راك شديتيني دابا انا راه انا كنهضر معاك دابا هذا الراجل هذا بغيتيه يتزوجك هو ياك ايه بغيت يدير لي الفات ولا درت الفال يجي وتحمل عدة فيها فيرو تزوجات تحمل واحد راك مصمت لك تحمل عدة تزوجتيها تبارك الله عرفتي انا بغيت يجي سميتك قلتي فالك راه دقه بطله ما كينوضش فالي دقه بطله واخا انا نوريك الدقه بطله كي دايره شوفي دابا انت سميتك حسنه شوفي اختي حسنه شحال في عمرك 43 تبارك الله اللي عطيناك بلديه راه تسيريها ياك هاكاك هاد السيد هذا الا بغيتي يجي يتزوجك ما تكثريش معاه الهضره في الواتساب لا ما كنهضرش مع بزاف انا اصلا خدام ما عنديش الوقت بديتي تبغي وكحكا ما عنديش الوقت الا الوقت وكي درتي بغيتي دابا حسنا الله يرضى عليك ونضرقوا الشمس بالغربه الله يرضى عليك بغيتيه يجي ياك نقصي شي شويه من هذيك الهضره في الواتساب ومن هضره في التليفون فاش يقول لك علاش نقصتي خويا قول له انا بغيت المعقول قلتي غادي تجي تخطبني ياك شنو شادو عليك هو شنو هو السبب اللي ما خلاكش يجي اللي ما خلاش يجي خدام ما عندوش الوقت خدام ما عندوش الوقت باش يجي يخطبك عنده الوقت فين نكتب لك في الواتساب ما عندوش الوقت يجي حتى لحد كيخدم ها وحتى لحد كيخدم ما سمعتكش قلت حتى لحد كيخدم اه مسكين الله يكون في الحمان حتى الكونجي ما عندوش حتى الكونجي ما عندوش وانا ندير الفال اللي فيها الخير الله يجيبه كان هو ما كانش هو الله يجيب شي واحد اخر لا الفال تبقينا على خاطرك طب يجريو عليه عاد يجي عندك ان شاء الله الو السلام عليكم وعليكم السلام خويا عزيز كلشي مزيان لاباس الحمد لله ربي يخليك الله يحفظك اختي معك جمعه مولي بوسلهام وفوندرودي نهار كبير اختي جمعه ربي يخليك مرحبا اختي جمعه
أطرح بك الجنة ونعيمة. في عمري 21 41 عام. بشوية عليك تبتي باش العمر يجي لاصقاش. 21 ماشي هي 41، راكي ضربتي النص. أي والله. بشوية عليك. صح، وعندي جوج دراري مجوجة ومطلقة، عندي جوج وليدات وبغيت ندير الفعل. هذوك جوج وليدات شحال في عمرهم؟ واحد في عمره تبارك الله 16 عام. والصغير عنده 8 سنين. وما فيك ما تربيه؟ ما فيك ما تعطيه الوقت يتربى شي شويه في حضنك؟ ولا فاش غتزوجي غتعطيه للوالده؟ ولا لا بغات الوالده راه يبقى معاها، ولا كنشود الناس قلبه طيب راه نديو معانا ماشي مشكل. دابا واحد السؤال نطرحه لك، على أساس جا شي واحد تزوجك صافي؟ مزيان. وقال لك هذا الهضره، وقال لك هذا الهضره، قال لك ولدك وسمحتي فيه بقيتي غير انا، بقيت غير انا، شنو باش تردي عليه؟ لا ما نسمحش لولدي انا، وما نسمح لا في ولدي لا فيه، هو دا ولد لك انا ولد الناس وفيه خوف الله، ما غادي نسمح لا فيه هو ولا في ولدي. يا ربي تسخر لك في هذه الليله اختي. امين يا ربي امين. الله يسخر لك في هذه الليله اختي. يلا امين اخويا عزيز، مرك نحمق البرنامج ديالك حق الله العظيم. مرحبا اختي، مرحبا ونهار كبير. مرحبا الله كيعجبني بزاف البرنامج ديالك. والله يزين ايامك، تينا البرنامج بكم ناجح ماشي بيا انا. والله انت كيحمقنا ديما في الخدمه، كنتصنتوا لك انا وصحاباتي ومره كيحمقنا. مرحبا اختي. مرحبا مرحبا. مرحبا بك الجنه ونعيمه. والله بغيت ندير راسي الفال، عييت بالخدمه وراك عارف. والله الله يعاونك، الله يسهل عليك هذه الليله اختي، نسمعوكم جوجه ان شاء الله. امين يا ربي. مرحبا اختي. امين مرحبا. امين يا ربي لنا وجميع المسلمين. مرحبا اختي. مرحبا مرحبا. مرحبا بك الجنه اخويا، مرحبا بك الجنه. الو السلام عليكم. وهو انا كندخلوا في الطول وعرض في هاد الناس اللي كيكونوا عندهم وليدات وتيبغيو يتزوجوا بعد ما دوزوا واحد الفريضه مع راجلهم، وزعما الا ربيتي وليداتك وطلعوا صالحين للبلاد والعباد كان احسن، ولكن الا الاختيار والرغبه بنادم ما عندكش الحق تدخل فيها. ننصح ايه، ولكن هي باغا تتزوج نقول لها لا، حق مشروع ديالها، وانا كنشجع المطلقات يتزوجوا، ولكن شرطا ان وليداتك هما الاولى فوق كل اعتبار. الا شتي الراجل كيتنطط وكيطير مع الطيور وبقى يضرب لك ولادك، حبسي حبسي حكا راني مزعوطه فيه، راه ولادك هما الاولى. غادي عرفتي كي غادي يخرجوا؟ ها هو باهم طلقك وباهم غيتزوج، امك مراه كبيره ياك، هذوك الولاد كي بغيتيهم يكبروا؟ انت تستمتعين بالحياه وابوهم يستمتع بالحياه وامك كبيره وهو عنده 16 عام مراهقه خصو ام، والدري عنده 8 سنين خصو ام، الام راها في عالم اخر. كي بغيتيهم يخرجوا؟ كي بغي غادي يخرجوا حاقدين؟ باهم تزوج امهم تزوجات، اخهم المراه كبيره يكمي ويديروا اللي بغاو، وتبقى تعيط له في التيل رانا حالفه فيك عين وانا تتكمي وانا نقولها زعما راجلك اللي هو راجل امهم. بقى تفكروا هكا، وحنا بغينا وليدات وليدات يفديو لك، يكبريهم مزيان، يديوك للعمره، يديوك للحج، يخرجوا العام سيدي شي مناصب. هكا كنفكر انا، ولكن هذا لا يمنع انك تزوجي وتطيحي في شي راجل مزيان يقول لك ولادي هادو ولادي. هادشي اللي باغي يعني. انا راه تنصحكم ماشي كيستيون ديال ما باغيكمش تزوجوا، ولكن فاش تشوف شي واحد ضحيه غادي يكون ولادكم ضحيه، وانت السبب اللي مجرد انك بغيتي تزوجي. انا عارف علاش بغيتي تزوجي، وانا عارف وكنا عارفين حنا راه بعقلنا ومغاربه وكنعرفوا شنو كاين، ولكن ما نبقاوش نمشيو نشوفوا شي حوايج محدودين في واحد المسار ديال الحياه، اننا نربيو وليداتنا فيهم ونصدقوا اللي غرض في نفسي يعقوب من مجوجي نتزوجوا ونقلبوا على راجل صالح اللي يربي معنا وليداتنا. الو الو السلام عليكم. سلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. يا هاتي احنا والله العظيم لقيتيني الله يخرجوا، قالوا ما تلقيتيهمش. عييت من صوني. ايوا. ايوا وما جاوبتيناش. اسمحي لنا تنعتذروا. الدنيا هانيه. الدنيا هانيه. اسمحي لنا الله يستر لك، اسمحي لنا راه تيكون. الدنيا هانيه مشرف مشرف. الله يكون في العوان. الله يعاون ويسهل. امين. تفضل يا لاله.
سماك الله. حنان. حنان. اه. منين؟ من بلقصيري. مزيانة بلقصيري لا عمر هذا. الله تاتا مشرف. مشرف تاتي. انا اللي خصني نهضر واخا مجوجة فايتة مجوجة. ما عمري تجوج. باقا عازبة. اش باقا؟ باقا عازبة. شحال في عمرك؟ 40. انتوما بالقصيره معروفه بكاوكاو. ايه باش معروفه او معروفه معلوم. الو انا كنسمعك. الو راه معروفه حنا بلاد الغرب الفريز و... ايه الفريز والتوته و... ميرسا. وما عمرك ما تزوجتي؟ ما عمري ما تزوجت. والراجل شحال تكون في عمره؟ إما جا في الله ونعى في المدينة. علاش أنت في البادية؟ أنا في البادية. كي بغيتيه يكون؟ إما بغى يكون يتسمى راجل. الله يسخر. واخا أختي حبيبي. آمين. واخا مرحبا. آمين. الله يسخر لك أختي. آمين. الو 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 معاك. ها ها سلام خويا عزيز. وعليكم السلام اختي بخير. خويا حنان من الدار البيضاء 35 سنه. اييه انت كتعيطي لنا مع الوالده ديالك. اييه بارك الله فيك. لا ما عمرك ما تزوجتي. لا عمري خويا ما تزوجت مازال. لا تنتسناو. تنتسناو الله يجيب لك. خدامه في الكونفيكسيون. الله يجيب. لا دابا خويا برك دار فايت اخويا برتنا. بركنا اخويا بارك لي. الله يسهل لي نصيب. شي راجل مؤمن يخاف الله وكم دويرته بخديمته. الله يجيب لي في الخير لينا ولكاع البنات. كاع البنيات. الله يكرمك اخويا عزيز. ان شاء الله. السلام عليكم امي بزاف. السلام عليكم امي. الله يسلم عليها الخير. المعمل دار فايت. اه خويا بركنا بركنا. اه انسان ولي الله يجيب لي فيها الخير. الله يجيب لي فيها الخير. خير الله يجيب لي فيها الخير كاع لينا والبنيات الجميع. نعم. وانت خويا انت بنت الدار البيضاء وعندي 35 اللي بغى مرحبا به. واخا اختي واخا حبيبي اخويا الله يعطيك صحتك اخويا. واخا اختي ان شاء الله. انت ترك خونا. نعم ترك خونا. نعم مرحبا. انا والله لا كنعتبر راسي خوكم. الله خونا خويا. راه غنحضروك ان شاء الله في كل شيء. تخضروني. الله يجيب لي في الخير ضروري نحضروك. معلوم. واخا اختي مرحبا. برك خونا. معلوم معلوم انا اخوكم اختي. برك خونا علاش لا. مرحبا بك اخويا عزيز. والطاقم كله مرحبا بي. الله يجيب في الخير. ان شاء الله الله يكبر بك اختي ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. سلام اخويا خليك الراحه. بسلام اخويا. خليتي لي الراحه نيت لها الراحه كاينه ديال الراحه. انا فاش تهضروا مع هذيك يا راحتي. شكرا اخويا شكرا. بغيت الدنيا خاطر صار وبغيت تزوج. شكون؟ انا. جوجنا مولات البيجاما بعدا. ايوا انا بغيت الراجل راه عندي والو عندي سبعه الوليدات والراجل اللي قلت لي بغيت شي راجل اخر. سبعه الوليدات وبغيتي راجل اخر. كبروا كبروا سبعة بيهم كبروا كبروا ما يوكلوش يا بلاتي. دابا جا الراجل وبغى يتزوجك وقال لك سبعة بزاف ما نوكلهم شنو ديري له؟ لا كلشي مشى برا كلشي مشى لفرنسا كلشي يتزوج. ايييي صيفطيهم كلشي مشى بحالك بقيت بوحدي. او بغيتي تتزوجي؟ ودير لي الشفاء العافاك الله يرحم والديك. واش قهراتك الوحدة؟ قهراتي الوحدة ليا. واخا واخا تعطى واحد الدريه بنتي. ها بنتك السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف داير لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. سمعتي الوالده كتبغى تجوج. ايوا شوفي انت هي اللي بغيتيها تجوج نجوجوها. راه ويلا ويلا كتضحك بينا الطاحينة احلى بعدا. واش دابا كتضحك ولا كتهضر بصح؟ لا لا كتضحك يا ودي بغيتي الفال بنتي هي تضحك. بنتها انت؟ اي بنت انا. انت بنتها ماشي هي ياك انت بنتها. اي بنتها. وبغيتي تزوجي انت؟
ايه علاش لا؟ اه بيان سور. شنو علاش جالسه كديري تما؟ واخا ايوا هادي قناتي اخو عندي عالم شوشو. نعم هادي القناة ديال قناة عالم شوشو المتنوع. قناة عالم شوشو المتنوع؟ ايه عندكم قناة سميتها عالم شوشو المتنوع؟ اه عندي قناة عالم شوشو المتنوع. يلا بادي يا نيت. شنو تديري في هاد قناة شوشو؟ كندير فيها كلشي بلوكات طبخ بطاطس. وعلاش سميتيها شوشو؟ حيت انا سميتي بشرى، حيت انا شوشو زوينة. ودرتي قناة وما مجوجاش. وعلى خويا ولا في الله. واخا القناة سميتها شوشو. ايوا واخا القناة سميتها شوشو وانا لا شوشو لا والو. الحمد لله الحمد لله وشكرا. يلا اللهم شوشو ولا بلاش. اللهم شوشو ولا بلاش. وهذيك خالتك سميتها شكون هي؟ نجات. اه نجات مولات البيجامة. مولات البيجامة سميتها نانا. ما راه عندك العنبوبي دابا. انا بدي ندير القناة. انا سميتي العنبوبي انا. اه بلاتي انا علاش علاش مالا ولا علاش درت القناة باش غندير سميتي. كيطلعوا لي بزاف ديال الناس سميتو مع بشرى. فهمتيني؟ ايه انت ذكية. لا لا كيفاش درت شوشو؟ طلعوا لي الناس المصريين قلت اش ندير لي عالم شوشو المتنوع. ايه والمصريين تيفهموا الماكلة ديالك. اياك معاقوا عليا الصراحة هما جزائريين. ومالو ما عمر شي واحد قال لك نتزوجك من هاد الجزائريين ولا المصريين؟ لا ما كيدخلوش خصائم، ما كيدخلوش عندي الرجالة قليل. والو. وديري الرجاله تاهم ديري لهم زعلوك شي حاجه باش يفهموها. والمشكله ما كنبينش الفيزاج ديالي، هذا هو المشكل ديالي. كيفاش؟ حيت دابا دوك كيبينوا الفيزاج ديالهم هما كيدخلوا عندهم الرجال. وديري بيني. شنو ما كتبينيش؟ ما كنبينش وجهي. ايه وبيني. حشمت. علاش غتحشمي ياك تديري غير الماكله؟ واه حشمت بغيت نعم ديري ولكن حشمت. انت قلتي شوشو جميل. المشكلة ماشي خايبة، هي زوينة صراحة بزاف. وبندي وجهك اختي ديري فاصل، قول لهم ها فاصل ها فاصل وما تعرفي. لا احسن ياك دابا اجي نقول علاش تحشمي؟ السؤال علاش تحشمي؟ ياك اجي نقول لك فاش تكوني خارجة الزنقة كديري على وجهك بانيو. لا ماشي اوكي. اه بلاتي ودابا بلاتي وبلاتي بلاتي. ها دابا ها السؤال، فاش تكوني خارجة كديري بانيو لوجهك ميكا نقاب ولا كتخرجي بوجهك في الطاح؟ ها؟ لا كتخرجي بوجه. وغادي نسولك ها بلاتي مشات لا هي لا وجهها لا شوشو. اه دير لهم الفلا شوشو امها وخالتها. قال لك اختي شوشو اللي كيشطح كاع ما كيضرك وجهه. غادي كديري قناه كديري فيها الطبخ عادي جدا. العيالات اللي ما كيبينوش وجههم تيكونوا مجوجات، تيكونوا ما نعرف محجبات شي حاجه، داك حق مجروح. اما انت منين ما كديريش روتيني اليومي، انت كديري الطبخ كتعلمي العالم شنو هو الطبخ المغربي. بيني وجهك ياك شوميشه هي كتبين وجهها بحال انت هي شوميشه وانت شوشو. ها العبوبي كيبين وجهه. ها ها دابا ندوروا الكاميرا توتو توفيق. مالك الانسان هو اللي يدير شوشو. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. مرحبا بك. الله يخليك. اسمك الله؟ فاطمه. منين فاطمه؟ دار القداري. دار القداري. نهار كبيره لاله فاطمه. عقلتي عليا ولا لا؟ لا ما عقلتش اختي فاطمه. الراجل اللي قال لي فمك كلب الزطام. الراجل شنو قال لك؟ قال لي فمك مهدوم. راجلك قال لك فمك مهدوم؟ اي هذا راجلك. اي دابا راه مريض. نهار قالها لك هو مريض. اي ادعي معاه ادعي معاه. الله يشافي الله يقعد وساد وينوض يقولها لك مره اخرى ان شاء الله. وعلاش قالها لك؟ واه ها ايوا تيبقى يتعامل معايا وتيقولها لي. ونقسم الراديو باش ما ديرونجيش مسكين راه ناعس مريض. امرت الراجل. ادعي معاه. وراه دعيت معاه الله يشافيه ويقعد وسادوها. شنو دابا هذاك الراجل عند وعلاش قال لك فمك كاين بسطام؟ علاش يقولها لك؟ علاش؟ ويقولها له وينوض يدير لك فم. وعرفتي اش غادي ندير لذاك الراجل؟ هو غايب راه دابا كيسمعنا هو. اي راه مغنبر.
مغنبر دير الهيت دير الهيت شوف لما ينوض ماشي هذا ما بغيتش هذا انا بغيت الهيت الغرباوي نيشان وي والعبوبي واه هو راه تيبغي حوزار تيبغي حوزار ها ها قالك تيبغي حوزار احنا ها هو غادي ينوض دابا يتقعده ينوض تيطير يلا دابا انت علاش معيطه ما باغا فين ما معيطه تقولي لي قال لي راجلي في امي كل مصطاب واحد كتعجبنا الله يرحم الوالدين ها هو حوزه سميتو راجلك سميتو محمد هو محمد رايدة دير له ما حوزار قال لك فاطمة هذا لك المخرج حبك تي جابني بالليل هاي اه واش قال لك هو اش قال لك محمد دابا انا دابا هو مغنبر باش يسمع تا ما جاي مغنبر قولي له قولي له حبك تا جابني بالليل مشات فاطمة تا هي مشات تغنبر نايدة الو السلام عليكم. السلام. مرحبا بك. الله يبارك فيك. اسمك الله. ملاك من كازا. مرحبا لالا ملاك نهار كبير اختي ملاك. شكرا. مزوجة ولا مازال ملاك؟ مازال بغيت ندير سؤال لخويا. خوك يتزوج. بغيت ندير سؤال. لخوك. سميتو عبدو بغيت ندير سؤال. دير له الفال لعبدو اخويا. عين اختي انت دخلتي مع الزغاريت مع تعشق النبي ما تعرفي يكون هذا فالك ها انت سمعي يالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اختي معك صفاء من قرية با محمد مرحبا بلالا صفاء انا كنسمعك صفاء السرجاوي مرحبا لالا صفاء بغيت ندير رسالة لخويا اللي عيطات خوك نوضي اختاري له صاحبتك ما عنديش اخي العبوبي اه ادير لنا رسالة اخويا ونوض ودابا دخلت عليك بالله وانت تسنى مني انا ندير لك الفال خويا العبوبي علاش ما كرهتيش ما كاينش بنات الناس في قرية با محمد وانا خويا ماشي ما كاينينش خويا نقول لك راه شنو؟ لا اله الا الله صافي. لا اله الا الله علينا كاملين دابا انت خدام. خدام اخويا. مزيان. هيكونجي دابا جلستي تهضر معايا. قاد انك تزوج ياك؟ اخويا قاد نتزوج. مزيان ما كايناش بنت الناس ما لقيتيهاش انت. ماشي ما لقيتش بنت الناس اخي عزيز. ودابا خصك عاوتاني فين تحطها عاوتاني راه مازال ما كاينش فين تحط في الدار وبزاف الحوايج. ايام قليل كاين اللي تصبر معاك. اسخط اي كاين اللي تصبر معاك جرب جرب شوف واسمك الله ايوب اسمع سي ايوب جرب سير خطب شي واحد راني كنتفرج فيك حاليا في اللايف مرحبا شوف علاش ما دائما لي جيم ودائما لي كومونتير الله يرحم الوالدين ايوب علاش ما تجربش وتمشي وتقول السلام عليكم وعليكم انا بغيت نخطبك اختي واش تصبري معايا في ديور الكرا جرب ها؟ شنو نقول لك؟ علاش ديتينا خير؟ ايوا ماشي البنات كلهم تيطلبوا الدار والطوموبيل، راه كاين بنت الناس اللي تقول لك نسكن معاك في السطح حتى نديروا لاباس بجوجنا، ها؟ ياسر عبدو هكا شوف كنشكرك بزاف على 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 هذا البرنامج ديالك وخا راه انتيردي ان الرجال يتصلوا لا لا راه دزتي في وجه اختك دوزاتك اختك ما عليكش ماشي مشكل الثانية داز عفو وجه اخويا العبوبي في وجهك انت ولكن يلاه شوف اخي العبوبي بجلوش الراوي كيسلم عليك ولا مالك ولا زيهان كلشي كيسلم عليك الله يخليهم لك بركة عائلة نعطيو الفال خويا عبدو العائلة ها انت هاد الوليد زوين لا بغيتي يوديوه راه باغي يتزوج ايوب زوين خليو هذا الم...
الموسيقى للمستمعين والمستمعات، نوجدوا عساوة، نوجدوا الفينال الحلقة، ختام الحلقة، لأن ما سخيناش صراحة، ولكن غادي يكون ختامه مسك. ما تمشيوش خوتي من اللايف، ما تمشيوش من الاستماع، حنا جايين. الو وي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام اخ عزيز، لاباس؟ لاباس الحمد لله. لا لا الله يبارك فيك. الحمد لله. سميتك؟ انا إلهام. منين إلهام؟ من مكناس. مرحبا. الله يبارك فيك. شحال في عمرك إلهام؟ عندي 40 عام. ما عمرك تزوجتي؟ لا لا ما عمرني ما تزوجت. كون ما عمرك تزوجتي؟ لا والو. وما عمرهم ما خطبوك؟ ايوا والو، ما كاينش لي يعجب. جاو ما عجبوكش؟ لا لا ما جاوش، هي ما كاينش لي تعجب. يا انا شويه فيا شروط. بحال اش هاد الشروط؟ ايوا بغيت شي واحد يكون عنده ما بين 50 عام حتى 60 عام. ايوا زيدي. ايوا ويكون في جوايه ديال مكناس، خارج مكناس. اي في جوايه. زيدي. ايوا صافي. ايوا شروط ساهلين هادو. ماشي ويكون تكون عنده شي فيرما هنا في جوايه مكناس، ويكون لاباس عليه، ويكون بعقله، واخا يكون مرتو ميته ماشي مشكل، ما يكونش غير مطلق. تكون هي ميته. اييه ويكون ولادو كبار، معليش يكون هذه الدنيا هانيه. ولكن الفيرما ضروري تكون في الجوايه ديال مكناس. ايوا غير يكون في جوايه مكناس، جوايه مكناس شنو غيكون؟ ضروري غتكون شي فيرما ولا تكون. داك الشيء اللي كاين، فيرما عنب، زيتون، خوخ. اييه اللي كاين. خيار. اللي كاين. الدجاج، البقر، الحواله. ايوا المهم يكون بعقله ويتهلا فيا. ايوا خويا شنو نقول لك، عنده 40 عام انا وياه شنجلسوا في بيت. لا فيرما. عنده موفا. فيرما 40 عام. باش فيرما غير بحال شكل ديك جوايل هكا تكون بحال شكل فيرما وصافي، راك عارف. وتيري عارف اختي تيري دابا انا ما عارف. وتكون فيها لبيسين. لا 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 ما عنديش بداك الشيء. لا. هي البير. البير نسقيو الماء. ها الماء. واخ اختي واخ. واخ. ويكون بعقله. واخ. يكون بعقله. ايوا صافي هادشي اللي كاين اخويا. صافي. ولا كانت عنده الفيرما ومسطي؟ ويلي مسطي ومسطي غيبقى بلا جواج. لا زعما الا كانت عنده الفيرما وهاد الشروط و50 عام ومسطي وفيرما. ايوا. ايوا نفكروا ياكي. ياكي. شنو انا مسطي؟ انا مسطي انا هما حدانا. ولكن ما عندهمش الفوارم هذا عنده. لا لا ما عندنا ما نديرو به. صافي واخا اختي واخا واخا اختي. انا موجودين اعطى الله غير شكون اللي يطيحك فيه. انت دابا الا ما كانتش هاد الشروط ما تتزوجيش. ايوا شنو ايوا يكون. ولكن دابا شي واحد ساكن الا كان شي واحد عنده 50 وعنده خلصتو على قدو وعنده الدويره ديالو ولا كارهه في واحد القنيات ومعززه ومكرمه وكلتك وشريبك ولباسك ومهلاي فيك ما خصوش ما تتزوجيش. اخويا انا باغي شي باغي انا قلت لك شهوتي نمشي نعيش في شي عيشه يكون البقر الحواله الدجاج والله لا ما غاتعيشي في العروبيه. اي وتكون داري بوحدي وما حدايا حتى حد. ما بغيت حتى جاره ولا ما بغيت حد. واخا داري بوحدي. واخا واخا راهي القطب الشمالي المتجمد اللي ما فيه حتى واحد اختي والقطب الجنوبي المتجمد، اما الدنيا كلها عامره بالناس. هادو هما اللي والصحراء كاع لداخل كدوز ناقه في ثلاث سنين. صافي بغينا انا بغيت غير انا وراجلي والله. بغيت لك العطاش انا ان شاء الله في هذاك. انا بغيت غير انا وراجلي وفي ثلاث سنين. اما باغا تعيشي مع ناقه ولا مع بانكواه، اما تجمدي اما طيبي. واخا اختي واخا الله يسهل. يلا شكرا. عطيها الف على اختي. اخويا هادي راه بغات تعيش في عطاريف. قلت ما بغيت تجار. شوفوا دابا شوف الفكر كي داير. ولي مفريد راجلك مسافر سامع إلهام، راجلك سافر جاتو شي حاجة وانتيا حاملة ياك، ولا طيران يا طير لا ريزو لا والو، ما حداك لا جيران لا والو، ما كيشتي ليه. ها ما فكرتيش هاك اللي يديك ويعاونك جاراتك غيولدوك عاد تما تلقاي عقابله. ها
والو ما فكرتيش هكا، كاين شي جيران راه مهمين، كاين شي قناه اللي خفيهم الناس ولا ساكن كي دابا شي وحده وحدين في اوروبا، شي وحدين كيمشي وانا الجاليه المغربيه عزيزه عليا بهذا الشيء هذا شيتي ضامن معاه شي، وكاين شي واحد يلاه كيطلع يطلع يلاه شي جوج سيمانات مشيت لواحد البلاصه ما فيهاش كحل الراس، زعما انت راسك طاسه نحاسه، حنا عنصرين تقلب عليهم مغاربه تشوف شنو غيديروا بيك، يهزوا بيك ويعناو بيك ويطلعوا بيك، قالك ما فيهاش كحل الراس، كحل الراس هو اللي مطفروا وهو اللي محمرنا الوجه في اوروبا، يعني الناس بالناس والناس بالله، عادي باغا تسكني بوحدك، نهار ما غاديش تلقى حتى شي واحد يجيب لك غيماد الماء، انا نقول لك هو حنا ايه حدانا السيد لقى وهميه ثلاث ايام هو ميت، ما والجيران كاينين وكاينه عماره لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا في عمارة بالله في عمارة مات ما كاينش اللي ساقلوا الخبار، تغبر عليهم ثلاث أيام ولا أربع أيام عاد عاقوا به مات، آه عباد الله، ورا الجورة والصالة يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أتضامنوا راه والله لا شي تيحتاج لشي، حيت ربي جمعنا باش نتعارفوا ونتحابوا ونتقاشعوا ونتشاوفوا نتشاموا، أدوز حدايا غاب نشوفك. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. لاباس عليك؟ لاباس خاي العبوبي لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ عواشر مبروكه. انا ناوي عليك باش تمنيتي وبغيتي وحبيتي ان شاء الله. امين يا ربي. دخل عليك هاد العواشر ان شاء الله براجل. ربي يخليك اخوي العبوبي، انا راه ثاني مره كنشارك معاكم. انت راه كاين اللي كيعيط اربع سنين هادي، نهار كبير اختي. الله يبارك فيك، معك فدوى من قنيطرة قصبة مهديه. المهديه عقلت عليك. قال سيري وانا اللي كان جاني داك العريس ولكن الساق ماشي هو هذاك داك محمد اللي من الرباط. من الرباط ولا تمارا؟ اييه اللي قال لك انا عندي الدار في تمارا و سائق لا سائق ساق سائق كاميون. الكاميون واخا مالو شنو دار معاك اختي؟ سميتو كان قال لي انا عندي الدار وسميتو خدام عندي كاميون، قلت لي صافي بقينا كنهضرو، قلت لي انا الشاب ديالي تسكن معايا، صافي قال لي ماشي مشكل داري نكريها وتسكن معاك، صافي هادشي اللي اتفقنا. من بعد باش بقيت كنهضر معاه قال لك حقا قلت له هاد الكاميون ديالك ولا سميتو؟ قال لي لا حقا ديال الشركه، خدام في واحد الشركه. شويه ثاني كيقول لي لا انا غادي لواحد السيد خدام انا مع واحد السيد، ومن سولته على الدار قلت له الدار، قال لي لا ديال الواليد. اذا علاش هاد الكذوب؟ صافي ومني عرفت في بزاف الكذوب صافي وانا نقلب عليه، انا باغا شي راجل اللي يكون بصراحه نيشان نيشان. انت دابا عندك دارك بوحدك؟ اه. عندك شي وليدات؟ لا انا باقا سيليباتير باقا. ما عمرك ما تزوجتي؟ لا غير فايت فيا الخطبه صافي، اما الزواج لا. شحال في عمرك فدوا؟ 33 طالعه في 40، قول شهر 6 نقفل 40. ودابا بلاتي؟ اه. هذا الراجل اللي انت اللي غادي يجي يسكن معاك؟ اه. يعني راه خصو حتى خدمته؟ اي خاص يكون خدام. اه لا 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 مثلا عيط لك واحد السيد من مكناس. وبغاك الجواج شنو دابا خصو يحيد خدمته في مكناس ويطلع يدبر على خدمه في قنيطره؟ باش يسكن؟ لا ما يمكنش. لا ما يمكنش، لا الا كان في امكانيات عنده يسكن معاه في مكناس، انا ما عنديش مشكل. انا قلت لك مدينه مثلا، هي مدينه. اه غير قلت لك انا ما عنديش مشكل. فهمتي اللي بغى يجي يسكن معايا حيت انا اصلا خدامه. الا كان مكتب انه نسكن معاه، الا كان مكتب يسكن معايا يسكن معايا، انا ما عنديش مشكل. المهم يكون تفاهم ويكون خدام وانا خدامه، المهم كما كنقولوا نتفاهموا نتعاونوا على الزمان. مع وهذيك الخدمه اللي انت خدامه فيها ما عمر شي واحد تقدم لك وقال لك بغيت؟ لا ما تقدموش هي في المهديه، ولكن في سميتو فاش كنت ساكنه في اليوسفيه في قلعه سراغنه، ومهم وما كتبش. انت وليتي كنتي كتخدمي دابا شي شركه عندها هنايا وهنايا وكتخدمي؟ لا كنت في القلعه دارنا في قلعه سراغنه كتخدم في واحد ايكول بريفي، ومني توفات الوالد الله يرحمه جيت المهديه. امين. وجيت المهديه، الوالد تزوج وصافي وجيت المهديه. وكابابل تبارك الله عليك، ما عندي ما نساك. ربي يخليك، ربي يخليك خير. لا برافو عليك، ربي يخليك. الله يسهل عليك اختي في شي ولد الناس اللي يعرف مقدارك وتعرفي مقدارك. امين امين بارك الله. دابا كتوجدي الفطور غير راسك وتفطري غير راسك؟ لا دابا الويكاند كنجي عند اختي السله جديده وسميتو، ومن الاثنين حتى الخميس كنكون بوحدي، وبعض المرات كتجي عندي اختي. ايه
هي وراجلها. دابا انت في دارك بوحدك غير زلافه ما كرهتيش يكونوا جوج زلاي؟ ايوا ان شاء الله علاش لا. كنتسناو باللي فيه الخير وما اللي ما فيه الخير ما بلا ما نديرو. الله الله يسخر لك اختي هذه الليله هذه. امين هذا كيطفي التليفون ان شاء الله. لا بارك الله فيك وسلم لي على المدام وشكرا لكم بزاف بزاف اخويا العبوبي. شكرا لوليداتك. الله يحفظك. شكرا. مع السلامه. مع السلامه وفالهم فلول ويكون باب السمام الحلول والدعاء مقبول في هذا رمضان. نجمعوا خمسه البنات ونديروا لهم فال واحد ان شاء الله. تلفال الجماعه حيت يد الله مع الجماعه فاش يكون الجماعه. ها انتم اخوتي هذه فدوى قريبه اقول عندها 40 سنه عندها دارها بغات تجوز شي واحد بصح. خليونا من هذه القوالب. انا حقا خدام وانا في الراديو كتبانو واعرين وفاش راه قلت لكم اللي بغى يتفلى غير يتفلى مع راسه. السبت الجاي نفرشوه. ما فيهاش باك صاحبي. كون راجل دبصح ما غيتجوز تجوز دابا الا ما عيط لي انا دابا يقول لي شنو تيقول لك راسك فاش تعيط في راديو كتقول راه غنتفلى على شي وحده. انت راه جيتي تا الراديو عاد تتفلى ما ديرش بنات الناس خواتاتك زعما ما غتجوزهاش ما تعيطش. حكايه انا خدام هنا انا خدام هنا راه غادي ندير والله خي العبوبي لا انا وين معقول والله اخويا العبوبي. 05 35 40 11 12